تحية للجميع، مرحبا بكل من تابعنا الوطنية الثانية في هذا الموعد المباشر من الرابطة الثانية. بطبيعة الحال مع الجولة الثانية لمجموعة التتويج والجديد، نعرفون اسكل مختلف وسائل الإعلام هنات الأمل الرياضي بحمام سوسة بضمان مقعد في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، فألف مبروك لأمل حمام سوسة والبقية حظ أوفر. طبعا بعد نحكيوا عليهم تباعا في حصة اليوم على المباشر دائما مع الرابطة الثانية على الوطنية اثنين، ولكن سعيد جدا انه يكون معي في البلاتو كالعادة مختار طرابلس. مختار مرحبا. مرحبا اسكندر ومرحبا بكل سادة مشاهدين. كل عادة رويدا رويدا نقترب نحو نهاية الموسم. صحيح. بون شفنا حمام سوسة ان شاء الله مبروك عليهم، مازال في انتظار يعني الممثل الثاني باش يطلع للرابطة الأولى ان شاء الله. واضح. بسام قراجة معنا في البلاتو، مرحبا بسام. مرحبا اسكندر ومرحبا بالسادة المشاهدين. كما قلت مباركوا الأمل حمام سوسة الصعود والرجوع للرابطة المحترفة الأولى، حظ أوفر للبقية أكيد. تابعت بعض لقاءات الجولة؟ أكيد أكيد أكيد. واضح. هادي جبني يعني معنا كالعادة، هادي مرحبا. أهلا وسهلا بك اسكندر، مرحبا بسام ومختار وسي نوري سي محمد سي سعد، ومرحبا بالمشاهدين نتاعنا. قدم ضيفنا الرابع قبل ما قدمونا، هذا خيانة. مرحبا بالناس الكل. واضح عندنا برشا أرقام، عندنا بطبيعة الحال أسماء جديدة أو انسحابات خلينا نقولوا مدربين بعض الفرق بعد تو نحكيوا عليهم بعد ما نقدم ضيفنا سي نوري القنطاوي نائب رئيس الأمل الرياضي بحمام سوسة. مرحبا يا سي نوري. مرحبا بك سي اسكندر. مبروك. ألف مبروك بالصعود. الدعوة يبارك فيك. والحمد لله بعد فترة طويلة شوية ثمانية سنوات معناها من الموسم 2012-2013 نلقاو روحنا من جديد في الرابطة المحترفة الأولى للمرة الثالثة والحمد لله. مرحبا بك والف مبروك مرة أخرى لكل أبناء حمام سوسة ولفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة. فما جديد هذه أبار صعود أمل حمام سوسة؟ نبداو بثلاثة نقاط جديدة عرفناها اليوم. النقطة الأولى وأنه بعد ما الأمور حسمت في المجموعة الثانية بصعود الأمل مانيش باش نلعبوا مقابلات الجولة الثالثة، يعني نهار لحد ما عادش عندنا مقابلات، يعني أمل حمام سوسة ترجي جرجيسي الملعب الصفاقسي ومستقبل قابس وفي الموسم نتاعهم المقابلات أصبحت شكلية، ولو أني عندي مؤاخذة صغيرة رياضيا ولكن هذا القرار وبطلب ومكتوب رسمي من الأربع جمعيات هذوما اللي سميتهم في المقابل أولمبيك زيد، يعني زيد هذا هو اللي حاب، ولكن بين ذفرين المؤاخذة حسمت الأمور. نعطيك أنا من جانب الرياضي باش ما نطولش، مثلا أنا نخمم على ترتيب الهدافين، مثلا نجي نشوف هيثم مبارك مهاجم ترجي جرجيسي عنده 5 أهداف كيما اسكندر بن عافيه كيما حسين الشاويشي ينجم يكمل مثلا، ولا الخلوفي من أمل حمام سوسه ماهر النويوي الملعب القابس ماهر من المرحله الاولى كمل بطوله. اما انا خممت من الجانب الرياضي اكيد نتصور يعني الرؤساء خموا من الجانب المالي اللي ديما تلقى الماديات عائق كبير لفرق الرابطه الثانيه. النقطه الثانيه فريق اولمبيك مدنين يعني رسميا اقاله المدرب الاول المنصف الشرقي، يعني كنت في اتصال به ومنصف ما دربش سي المنصف ما دربش البارح واليوم هو سي طيب الطيف خذا الفريق مع مدرب الحراس، وغدوه ان شاء الله باش يكونوا على بنك مدرب اولمبيك مدين في الماتش الاخير ضد قوافل القفصه. والنقطه الثالثه والاخيره باش يكون عندنا مباراه احتفاليه كما كنت اتذكر ذكروا سي سعلي القري والوليد بن محمد قال ما بين أمل حمام سوسة والمتوج بالصعود. وقتاش الماتش هذا؟ يوم السبت غرة ماي ان شاء الله 2021 بملعب المنزه بين التوقيت ماضي ساعه وماضي ساعتين بعد الظهر. به مجدي حاج علي تجميده لثلاثة أشهر بعد لقاء أولمبيك مدنين وأمل جربة نحكيه عليهم بعد في نهاية هذه الحصة، هذا فيما يتعلق بجدير وقرارات الإدارة الوطنية للتحكيم. ضربة البداية إذن مع لقاء أمل حمام سوسة، انتصار تاريخي كما كان يحكي سنوري بعد 8 سنوات يعود إلى مكانه الأصلي بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد فوزه على ترجي رجيسي اللي كان متصدر هذه المجموعة ما بعد الجولة الأولى. 2-1 إذن لأمل حمام سوسة. أكثر تفاصيل مع عماد زهمول إسلام بن صالح وفاتن شمال. بعد انطلاقة موفقة في مباراة البلاي أوف أمل الصعود يضعف بالنسبة لأمل حمام سوسة وترجي جرجيس اللي لقاو نفسهم وجه لوجه عشية أمس على ملعب سليمان في مواجهة كانت تفرض على زوج فرق الانتصار وانتظار نتيجة ملعب حمام الأنف بين الملعب الصفاقسي ومستقبل قابس، وهذاك علاش انطلقت المباراة بقوة. البداية كانت من هجوم ترجي جرجيس، نسيم الدويهش يسدد فوق العارضة ثم أمين الخلوي يمد كرة لبلال التواتي، الترجي يفتتح النتيجة والحكم يوسف السرايري يلغي الهدف بداعي التسلل. ياخذ بعدها أمل حمام سوسة بزمام الأمور، عمر السماري يدخل في دفاع ترجي جرجيس يختار الحل الفردي يسدد كرة ترجع من لاعبي ترجي جرجيس، ثم توزيع من الخدامسي ورأسية أمين تريتر محاذية للمرمى، والفرصة الثالثة تأتي بالجديد
كرة يقطعها تريتر من وسط الميدان، أسيست ممتاز للسماري، الترويض والتسديد بالساق اليمنى، وأسبقية الأمل حمام سوسة 1-0 في 31 دقيقة. ترجي جرجيس يرد الفعل، كرة ثابتة من الخلوي، حسام الشبلي ضيع إمكانية التعديل. إصرار أبناء حمام سوسة على إضافة هدف ثاني كان واضح. السماري يعكس الهجوم، يمد كرة الأمين الخلوفي اللي ينجح في مغالطة الحارس. 2-0 الأمل حمام سوسة في 36 دقيقة. وأمل العودة للرابطة المحترفة الأولى يتضاعف بعد 45 دقيقة أولى من المباراة. دقيقة على انطلاق الشوط الثاني، ترجي جرجيس في الهجوم، بلال الترودي يسقط، يطالب ضرب الجزاء والحكم السراري يأمر بمواصلة اللعب. الترجي يضغط بكل قوة وتقريبا اللعب أصبح في اتجاه واحد. بلال التواتي يأخذ كرة، يراوغ، يسدد، فرصة مرت محاذي القائم الأيسر. الضغط يتواصل من ترجي جرجيس، دويهش يمهد لإيهاب الترودي، يرفع الكرة بالحارس، مرة أخرى المطالبة بضرب الجزاء، ومرة أخرى الحكم السراري يشير سلامة العملية. فرصة أخرى لترجي جرجيس، بلال التواتي يأخذ كرة من الترودي ويضيع إمكانية التهديف. ثم توزيعة من الترودي، هيثم مبارك يسدد بالرأس، يغالط الحارس. 2-1 الأمل حمام سوسة في 74 دقيقة. الوقت يقترب من نهاية، أمل حمام سوسة يتشبث بالأسبقية، وترجي جرجيس بحث على هدف التعادل. مخالفة نفذها أمين الخلوي، حارس الأمل يتصدى بصعوبة ويحافظ على تفوق فريقه في المباراة، وفرحة الصعود تنطلق مع الصفارة النهائية للحكم يوسف السرايري. توا الجمعية رجعت لبلاصتها، نقولوا ميسيون كومبلي بالجويرات، تعبنا الناس كل، وهذا مش غريب خاطر الناس كل كانت سوليدار. اليوم ماتش بالحق متاع صاب ومتاع برشا صبر، وتعبنا اليوم خاطر بالحق عام كامل معناها خدمنا وكل شيء مرهون في ماتش اليوم. الحمد لله كنا بيان ابليكي وأمننا برواحنا اللي نحن نرجعوا حمام سوسة لبلاصتها الطبيعية اللي هي ناسيونال آ. انتصار ما كان سهل ضد فريق صراحة أنا أعتبره من أحسن فرق وعنده إمكانيات فرق الدرجة الأولى. الحمد لله رب العالمين، أنا مشينا بالمرحلة. البلان هذايا صدقني أنا حطيته من أول عام باتفاق مع الإدارة. الأولاد يعطيهم الصحة، فريمون يعطيهم الصحة، فرحان برشا بالليتا ديسبري بتاعهم، بالرياكسيون بتاعهم. خدمنا خدمة مزيانة، خدمة أكاديمية، أمور علمية، الحمد لله رب العالمين عطات ثمرة، والحمد لله معناها تتويج للناس كل هذا يعطيهم الصحة. إن شاء الله مبروك على أمل حمام سوسة. تاريخ سي نوريا، تاريخ أمل رياضي الحمام سوسة، هذه مباراة تاريخية بطبيعة الحال، تبقى في أذهان كل أبناء أمل حمام سوسة وأبناء حمام سوسة وأبناء القنطاوي وكل شيء هذيك، لأنه ترجي جرجيس ماهوش الفريق السهل اللي تنجم تفوز عليه بكل سهولة. فعلا ترجي جرجيس فريق محترم جدا، السنة لعبنا له 3 مقابلات، واحدة ودية وزوز رسمية، بصراحة كان في مستوى عالي. نتمنى له طبعا التوفيق في الموسم القادم، بصراحة معناها عنده فريق محترم جدا. بالنسبة لنا احنا كنا مأمنين بحظوظنا، رغم انه الفاز روتور متاعنا ما كانتش باهية بحكم عنا برشا إصابات، وصلنا معناها عنا 7 لاعبين أساسيين مصابين، والحمد لله معناها خيرنا انه نرتحوهم، خاطر عنا كان عنا شوية مارج في لي بوان سابقين بقية الفرق، معناها قلنا نستحفظوا على الافكتيف، رجعوا جواراتنا للبليسي باش نخليهم ان شاء الله للبلايوف. وفعلا الحمد لله معناها كانت بمثابة مباراة نهائي المجموعة تقريبا نجم نشبه اللقاء هذا. خلينا نشوفوا فنيا مع مختار طرابلسي اللقاء هذا وبعد نرجعوا نحكيه، ولو انه فنيا يلزمنا نحكيه كمان صحيح. الانجاز هو الصعود صحيح. هو مباراة يعني كان شوط بشوط، شوط الأول كان قراءة تكتيكية لنوف الشبيل يعني ممتازة، عمل كدراج الأمين الخلوي اللي نعرفوه هو الكرة الكل تخرج ما عنده هو كصانع ألعاب، ما خلاش بليل التويتي وقت اللي الدكروشي يعني خلى ديفونسور يطلع معاه، هذا يعمل برشا مشاكل يعني الفريق جرجيس. 4 دقائق كانت كافية باش يسجل هدفين، من بعد عمل البلوك با وقاعد يستنى بلي كونتر.
سي تو تافي نورمال. الشوط الثاني وقت اللي باش تلقى روحك رابح زوز بلاش ماكش تلوج على المانيير باش توخر التالي وتخلي الادفيرسير ياخو هو اللعبه في دي. لكن الحاجه اللي تحسب انه فما برشا تغييرات تكتيكيه سواء مشاكل مفتاح ونوف الجبيل. لكن الشوط الثاني بون الهدف اللي سجلوا والتغييرات الكثيره يمكن ان ننوه بالخصال نتاع نوف الجبيل اللي عرف كيفاش يلعب على السماري والخلوفي اللي هما سوسون دي جوار رابيد وخدم بالكونتر كان ينجم حتى يسجل ثالث. لكن ممكن هي مبروك عليهم. لكن ممكن نحن كنا نتوقعوا انه جرجيز خاطر عنده ترسانه من اللاعبين وهذه حقيقه نقولوها. لكن كما حكيت مع وليد بن محمد كان موجود زاد في التيران تحضير الماتش تحس يعني الناس كونسونتري اكثر من لازم فريق ملسوس عكس فريق جرجيس لربما يحضر الاحتفالات وعرف روحه هو طالع قبل ما يلعب الماتش. هذا اللي اثر نوعا ما على المباراه. تعرف لانه فريق ملحه ممسوسه في دور المجموعات الاربع ماتشات الاخرى خسر ثلاثة وتعادل في ماتش عكس فريق جرجيس اللي هو في كورب اسوندونت مع شاكر مفتاح. لربما زاد هادي التغيير نتاع بلال التويتي اللي كنت نشوفه يلعب مع بن سودة دوز اتاكون ينجموا يقلقوا امل حمام سوسة في حين نفسه يعني مبروك الامل حمام سوسة. وفرجي جرجيس وكاني به شوط ثاني كان مغاير نوعا ما للشوط الاول تخلى بكل قوة حسب خطورة الموقف 2-0 شوط اول سجل هدف كان قريب انه على الاقل من انه يعدل النتيجة. السؤال المحير باش نرجعوا نحكيوا على امل حمام سوسة واستحقاقيته في الانتصار في هذا اللقاء واستحقاقيته في هذا الصعود. ولكن ما نساوش انه ترجي جرجيس الفريق اللي اعطاه كل شيء صراحة كل عوامل النجاح كهي مديرة من أجل أنه فريق زاد يصعد لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد مباراة أولى كان فاز 2-0 بعد موسم كما قلت أنت دور المجموعات كان اكسبسيونيل صراحة ترجي جرجيس. ولكن المباراة اللي يلزموا يفوز فيها ما فازش فيها أفضل أهم مباراة لي في الموسم. هو والله كلام حكينا مع الدكتور علي الوريمي كوقتها في مباراة تروازيس كان تثبت هذه قال كلام مهم. قال على مباراة كل شيء نجم يتبدل لكن كان تكون يعني كشامبيونا مثلا كستة ماتشات نأكد لك أنه جرجيس ينجم يعني كان جاد ذهاب وإياب ما كانتش ماتش بارك ينجم جرجيس يرجع خطر عنده. لكن في مباراة خطر مباراة كأس إيش نقول أنا نقول قراية يعني نوف الشبيل فريق جرجيس كانت ممتازة وعمل برشا مشاكل فريق جرجيس وفريق جرجيس ما عرفش كيفاش يستغل الفورمة اللي هو فيها. وهذيك هي الكورة وقت اللي أنت تعمل زوزبونتو مع الملاعبية اللي عندك كل صراحة يعني برافو لامل حمام سوسة هذا ميريت باش حتى حد ما ينقص الميريت نتاعو وقت اللي تتفوق على جرجيس اللي ما خسرش مباراة دبوي اكستون. هذه من ميزات الكبار بس يعني انه معناتها صحيح ترى جرجيس فريق عمل ديماراج قوي يلعب مباراة أولى في مجموعة تتويج 2-0 مقارنة بامل حمام سوسة اللي فاز 1-0 في اللي قال الأولاني. دونك كي تشوف فريق يفتك أو يفوز في لقاء في وزن لقاء مال حمام سوسة وترى جرجيس ما نجم كان يكون فريق رابطة أولى. اسكندر خلينا نكونوا واضحين لو بلاي اوف سي اون معناها كومبيتيسيون ستريسانت. اش معناها؟ معناها راهو سانا رينا فوار بين المرحله الاولى في دوري المجموعات مع البلاي اوف راهو يتبدل المعطيات الكل معناها تتبدل سي با لي ميم ادفيرسير معناها مش نفس المنافسين ماكش باش تلقى اكيد اكيد ماكش تلقى معناها نفس مش تلقى كاليبر نتاع معناها منافسين اللي محترمين معناها اللي ترشحوا الكل. حاجه اخرى مربوط بريزولتا اسكندر تعرف عدد المباريات يعني 3 مباريات فقط يعني بصراحة معناها صحيح. كل مباراة هو ملعب ممسوسة زوز فقط زوز عدد المباريات لكل فريق 3 ولازم تكسب أكبر عدد من نقاط باش تكون أنت يعني معناها الكونديسيون هذوما لي سيركونستانس هذوما الكل اسكندر يخليه وأنه معناها الفرق ما تكونش لازم ما تكونش يكون فما ستريس يكون فما يعني ضغط كبير هذا هو ونشوفوا براتيكمون مع نشوفوا ضيفنا اللي جاي بعضنا اليوم انا عندنا برشا حديث من بعد باش نتكلموا لكن سي نوري دونك لهنا لقاء ما كانش سهل مانيش ندخل في الامور الفنيه لكن 2-0 ومن بعد امل حمام سوسه تراجع مع ضغط زاد ترجي الجرجيسي في الشوط الثاني اللي كان قريب من تحقيق على الاقل تعادل. اكيد بالنسبه لنا احنا شفنا انه فريق ترجي جرجيس اخر مباراه انهزم فيها هو ضد الامل الرياضي في حمسوسه في الجوله الثالثه من البطوله معناها دخل في فاز معناها عمل تقريبا 8 مقابلات ما هزمش فيهم الفريق هذايا معناها خلينا احنا كي نمشيو للمقابله عارفين رواحنا انه باش نلعبوا ضد فريق محترم جدا وحطينا في بال اللاعبين طبعا هذا حتى الميساج اللي عداه المدرب سينوف الشبيل انه معناها المقابله هذه اذا كان احنا نحبوا فعلا نتعداو للرابطه الاولى ما يلزمناش نخموا لا في نيول ولا حتى شيء خموا في 3 نقاط تربح ماتشك وتربح ماتشك على خاطر احنا حتى في المواجهات المباشره معناها من بعد اذا كان باش نمشيو للجول ديفيرونس
مش نلقاو روحنا ترجي جرجيس خير منا في الفاز الاولى عندها بلس 8 واحنا بلس 1 وفي التوا زاد هي عندها بلس 1 بلس 2 واحنا بلس 1 بلس 1 معناها بصراحه اذا كان مش نخليو روحنا المقابله نتاع معناها تعادل ومش نلوجوا على المقابله الاخرى لازمك تنتصر وتنتظر يولي الانتصار صعيب وسيرتو ما عادش مصيرنا بيدنا احنا اذا كان هي انتصرت واحد بلاش احنا لازمنا ننتصروا ثلاثه بلاش وحسابات معقده ما حبيناش ندخلوا فيها الميساج هذه الحمد لله الجوارات قبلوها معناها وتحس بهم بروح كبيره رغم انه زاد حتى في تنقلاتنا ما حبيناش خليهم في ضغط حتى حبينا ندخلهم ساعات لنزل قبل بنهارين المدرب قال لي لا خليهم مرتاحين جوست ليله الماتش معناها ننتقلوا الحمامات ونمشيوا نلعبوا معناها المقابله نتاعنا وخليناهم على راحتهم الحمد لله معناها ممكن الراحه النفسيه اللي خلنا فيها اللاعبين هي اللي خلاتهم خدمة برشا مع كما قال مختار وكاني ترجي جرجيس ربح اللقاء قبل اللقاء قبل ما يخوضوا هذه كان نرجع الباركور نتاع اربع لقاءات الاخيره لامل حمام سوسه ماهوش نجم نقولوا انه امل حمام سوسه فاز في اهم زوز لقاءات اللي يزمو يفوز فيهم مقارنه باربع لقاءات الاخيره صحيح الاصابات كانت عائق كبير قدامنا في الشبيل كما قال السنوري يعني وصلنا لسبعه ملاعبيه اساسيين انا ذكر حمام سوسه بلوك مع امين خلوفي مع بدايه الموسم وبلوك نوعا ما مغاير بعد اصابه ملاعبي بيرز يعني لابروف الخلوفي مركز زوز اهداف في زوز مقابلات مخالفه وهدف البارح ولكن البارح حقيقه ثم ملاعبيه تالقوا انا لفت انتباهي كما وائل برهومي كما سلاح الخدامسي كما ضي الجويني في اللاكس البارح حمام سوسه فريق يعني صراحه حتى الدفاع ينطلق من المهاجم السميري ولا الخلوفي الى حارس المرمى المنصف ما هذه انت مع انه قبل اللقاء شكون يقرب ليه هذا اقرب ليه ترجي جرجيس اقرب ليه ملحم منسوس اقرب الزوز عندهم نفس النسب نتاع النجاح صعيب برشا تكون في ماتش البارح صحيح نعرفوا قيمه الملاعبيه ملحم منسوس معروف بالاداء الجامعي اكثر كما قال مختار ترجي جرجيس ترسانه من الملاعبيه وملاعبيه لعبت في الآ كما تويتي كما الخلوي كما هيثم مبارك كما مالك بحر دونك هذا الفرق لكن حبيت نقول حاجه نقطه هامه جدا صراحة وباش نحكي كسرة تحكيمية أنا كنت حاضر في المباراة وأعتقد ترجي جرجيسي حرم من ضربة جزاء كانت واضحة لإهاب ترودي أمام تدخل الحارس منصف موى في الشوط الثاني وقت اللي النتيجة كانت 2 بلاش للأمل طب باش تعمل بوليميك أخرى لا مش بوليميك مش تعمل بوليميك ولهنا شكون اللي تحرم من ضربة جزاء خلينا نفهم خاطر أنا واحد من الناس ما ركزتش ما مختار ضربة جزاء ضربة جزاء للترجي ضربة جزاء للترجي شو أنا شو باش نقول مش معناتها يوسف السراري خايب لا تفهمت مع ربيع البغالمي ولا ربيع اللي كان عندنا صوره هذه نرجعوا لها من بعد باش نمشيو للدفاع بالجارديان ربيع شوف لنا الصوره هذه خلينا نحكيوا عليها شويه مرخص تحديث مرخص تحديث وبعدين ضيوفنا مرحبا بهم الكرام راهو اي فريق يستفاد من الحكم ما التحكيم مش من الحكم واي فريق يتظلم انا كجيت حمام سوسه جيتها بينالتي وما زفريتش يوسف السراري باش نقول نفس الكلام هوني ولا من بعد وانا بيك مدين في الجوله الاولى ولا ما الجربه ما عملش بالحاج علي دونك هذا هو الكلام اللقطة كانت واضحة في الأخيرة وكما قلت أنت الاستحقاق والجدارة متاع انتصار أمل حمام سوسة بالمثابرة متاع الملاعبية العمل متاع المديرة والإطار الفني والإداري والطبي ما يسرقوا حتى حد هذا هذا اللي حبيت نفسرونه سنوري العمل متاع الهيئة المديرة نعرفوا أنه صفاء منيفر يعني كان خارج حدود الوطن أنه جاء الحمام سوسة وخدم خدمة كبيرة وكانت فما عراقيل على مستوى من سيرأس أمل حمام سوسة ومشكلة التمويلات ولكن رغم هذه الظروف صعبة فما تأثير جيد فما هيئة مديرة عرفت كيفاش تخدم فماش صعود يأتي من لا شيء أو يأتي صدفة صراحة فعلا احنا كنشوفوا فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة معناها في بداية قولوا احنا الموسم وسيت كنت رأس الفريق وتعرف الأمور هذه يعني وقت اللي كنت رئيس الأمل الرياضي بحمام سوسة سي فهمي النيفر معناها جاي ساعد فيها وبرا معناها يقول لي ربي يعاونك وربي يعطيك القوة والصبر وعارف شنو معناها المسؤولية للأسف معناها خرجت وخليته معناها هاني لكن معناها قعدت واقف معاه من نقول احنا في أمور الأمور المادية خليتها له اللي هو بصراحة ربي يكون في عونه الباقي الكل معناها بصراحة نتعاونوا فيه نرجع شعره بيصير شو بعد نعاود لك بلانتي انت معناتها معاه هذه انه والله يوسف السرايري حرم ترجي جرجيس من ضرب جزاء ولا ما شفتهاش ضرب جزاء نشوفوها تو اذا كان خلينا نشوف عطي له لقطه ربيع المغامي خلينا نشوف مشاهد من حقه زاد انه يعرف انك راه كلام هذه معناتها صحيح ولا ممكن فيها شويه شكوك خلينا نشوفوا هاي العمليه بيننا بطبيعه الحال هو المهاجم كان سباق على الكرة عطى لافونتاج اي اما الكرة انا نعرف يعني الكرة كان دخلت للشباك هدف صحيح
شعنا في الكره دخل تو العمليه هذه والله تو شفتها صراحه ما تعرف الامور نتاع المونتاج وصحفيين وكل راهو حتى هناك مقدم ولا رانا نتفاعلوا مع بعضنا. ها سي نوري بدلت رايك ولا تو كي شفتها بدلت رايك؟ حتى انا شفتها البارح في الميدان اعطينا موافق في الميدان اتجاه مش ما شفتهاش اللقطه قالوا لي معناها فما شك في انه يمكن تكون ضربه جزاء لكن تو كي شفتها ضربه جزاء ما علنش عليها هادي جبنيه بالزيرو ما تغير شيء تو شو للامانه اسكندر والله كان جيت الامل ولا الاولمبيك ولا الامل جربة ولا نادي حملهم في نفس الكلام راه ما يتبدلش في المنبر نتاعنا واضح متى صح على الصراحه نتاعك هو اسكندر سامحني هو قبل 6 شهور كان يلعب من اجل التفادي نزول هذا شو حبيت نقول له تو متفقين في هذا التورنوا اللي تلعب في زويتن والمنزا ودونك وهذه هذه انا جايينها نرجع للتاريخ قبل هذاك برشا وقتاش تاسس الفريق سوى الكلاسيكي هذا نشوف أسس يوم 22 دروسهم ولا 22 أبريل 1954 54 والبارح صادفت الذكرى 67 لتأسيس الأمل الرياضي بحمصوصة دونك جاوبتني قبل ما نسألك أحلى عيد ميلاد دونك جاوبتني قبل ما نسألك هات نمشيو لأرقام أخرى أرقام أخرى نرجعوا للتاريخ لأمل حمصوصة مرة أخرى نجدوا له قولوا له ألف مبروك بصعوده للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عماد كيلاني وعماد زامل تفضلوا يوسف السرايري يعلن عن نهاية اللقاء بفوز الأمل الرياضي بحمام سوسة الاحتفالات من مينا تريتر بإعلان الحكم يوسف السرايري عن نهاية المباراة يكون أمل حمام سوسة حقق صعوده الثالث في تاريخه للرابطة المحترفة الأولى الظروف شاءت باش يتزامن موعد الصعود مع ذكرى تأسيس الفريق في 22 أبريل 1954 احتفال بسنة 67 جاء بعد 8 مواسم قضاها الفريق في الرابطة الثانية أمل حمام سوسة أنهى المرحلة الأولى في المركز الثاني من المجموعة الرابعة 17 نقطة 5 انتصارات 2 تعادلات و3 هزائم سجل 11 هدف وقبل 10 أهداف في مرحلة البلايوف تمكن الفريق من ضمان الصعود منذ الجولة الثانية الأولى بداها بفوز على مستقبل جابس فضل هدف هداف الفريق أمين الخلوفي والثانية كانت البارح انتصار 2-1 على ترجي جيجيز ألف مبروك الأمل حمام سوسة مبروك مرة أخرى أجواء كبيرة وفرحة كبيرة لأمل الرياضي اللي حمام سوسة وأبناء صراحة محتاجين لأخبار سارة الناس تقول معناتها هو هذا قانون لعبة ديما نقولوا هادي برشا محتاجين الأخبار مفرحة استمتعوا بها أبناء حمام سوسة الله غالب بالنسبة للفريق لبقية الفرق هذا هو قانون اللعبة وحظ أوفر البقية وإن شاء الله مبروك من توا للي باش يكون مرافق لأمل حمام سوسة وباش يلعب معاه لقاء اللي باش يحدد بطل الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم 6 مواسم في الرابطه المحترفه الاولى سينوري مستقبل المتوسط والمستقبل البعيد والمستقبل القريب ايضا ما ينجم كان يكون بدايه العمل الاكثر لهوه مش ما نقولش اكثر جديه واكثر مصروف وارقام اخرى فعلا معناها تو احنا موسم كان متميز فعلا صعدنا للرابطه المحترفة الأولى الصعود بالطبع حدث في حد ذاته لكن اللي يهمنا أكثر هو البقاء في الرابطة المحترفة الأولى لأنه ما نحبوش نكونوا معناها ضيف معناها جست على موسم ولا اثنين بصراحة نحبوا الأمل الرياضي بحمصوص احنا كان عندنا تجربة زوز تجارب سابقة في الرابطة الأولى تجربة أولى 2006-2007 موسم واحد وبعد عملنا 2008 حتى 2013 إن شاء الله المرة هذه تكون معناها صعود بدون عودة للرابطة الثانية إن شاء الله فما فرق بين الأولى والثانية سنوري أكيد على كل المستويات كل المستويات طبعا نحن بالنسبة لنا فريقنا منظم عندنا انفراستركتور باهية بتاع رابطة أولى بصراحة اللي قعد هو طبعا الإمكانيات المادية سنة ظرف صعيب عم ناول كيف مع الكوفيد وغيرها إن شاء الله نقولوا احنا
يلتفوا ناس كل بالطبع، الرؤساء السابقين، رجال الأعمال الموجودين في الجهة، وصلت الجهوية سرتو معناها المجلس البلدي اللي هو يساعد فينا مشكور، لكن معناها ننتظر منه أكثر دعم الميزانية الأمل الرياضي بحمسوس. يزمك تستغل الظرف هذا، طول المنبر انت تو موجود لأنه صحيح مش نهنيوك، ولكن يزم فما مساج يزمه يوصل معنيين بالأمر كمسؤولين كمحبين أكيد. كرجال أعمال تو دخلنا في الجديات، رابطة محترفة الأولى يعني مصروف يعني فلوس يعني ريكروتمونت، انت دابات مع احتراماتنا بطبيعة الحال لكل لاعبين اللي ساهموا في هذا الصعود ولا حتى الإطار الفني ولا الهيئة المديرة، ولكن تطعيم الفريق هذا معناتها يظهر لي تطعيم كلاسيكيا. وحتى زاد سي اسكندر تجديد عقود بعض اللاعبين، احنا المجموعة نتاعنا تو عندنا 11 لاعب فانت كونترا، معناها منهم معناها 7 يلعبوا أساسيين تو في المجموعة اللي هم عندهم مكانة في الرابطة الأولى ينجموا يلعبوا في الرابطة الأولى. معناها احنا قداش النسبه سينوري حسب التقريب؟ نعرف تو انت مش فني، انت اداري ولكن ومسير مسؤول، ولكن قداش حسب رايك النسبه تاع المجموعه اللي شفناها واللي ساهمت في هذا الصعود، قداش نسبه باش نقاوم متواجدين في الرابطه الاولى حسب رايك؟ والله نسبه كبيره يكونوا موجودين، احنا معناتها بصراحه تتجاوز 50% تتجاوز ممكن 70% معناها من الافكتيف باش يكون موجود معناها في الرابطه الاولى ان شاء الله. احنا ديجا بدينا حتى نحكيوا مع لاعبين في تجديد العقود نتاعهم، لكن معناها ما نحبوش زاد نطيحوا في بياج انه معناها تغير فريق كامل معناها في على خاطر صعدنا للرابطه الاولى. اللي موجودين معناها قولوا بنسبه 70% موجودين مع شويه انتدابات، معناها يلزمها تكون مدروسه، معناها لاعبين اجانب لازم يكونوا زوز ثلاثه لاعبين اجانب مع ثلاثه لاعبين اخرين ممكن انتدابات، ما عرفش لاعبين جزائريين ولا لاعبين توانسه اللي معناها يعزوا الرصيد البشري. مش الفائده زاده باش معناها نغيروا، معناها احنا ممكن سر النجاح نتاعنا السنه من فريق يلعب على التفادي النزول في 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 سبتمبر الى فريق معناها صعد للرابطه الاولى بنفس الافكتيف. احنا ال11 لاعب اللي لعبوا المباراه نتاع الامس فيهم زوز لاعبين فقط معناها انتدابات الموسم هذا اللي هما أكرم بن ساسي وعمر السماري، البقية كلهم هما نفس المجموعة اللي لعبت مع الأمل في الموسم الفارط ولعبت من أجل تفادي النزول. هذه الموسم القادم مش كل سنة قادمة السنة هذه، ولكن الموسم القادم شو شاهدوا برشا دربيات في الساحل، نحكيوا على الرجيش، نحكيوا على الإتوال بيان سور، على الاتحاد المونستيري، دونك فرق الساحل تبارك الله برشا دربيات شاهدوا. صحيح بطبيعة الحال، أنا والله نخمم على ملعب ولي الحواري بحمام سوسة، خاطر توا نتصور اشغال النجم الساحلي مش حتى باش يلعب العام الجاي في الملعب نتاعو حسب المعلومه اللي عندي. مازلت تطول شويه. يعني باش نتيحوا في العائق نتاع وقت اللي يستقبل امل حمام سوسه لازم النجم يلعب البرا. دونك هذا، اما يعني نحكي على الديربي زاد. شوف باش يلقاو حل سيرمون. توا نشوف كي تصير تحدي كيما يعملوا. الرابطه الوطنيه ديما تقرا حساب كيما ترجي والنادي الافريقي في نفس الملعب دونك والا سبت واحد زاد يدخل هكا الحكايه. ولو انه احنا شكرنا بلديه حمام سوسه وسوسه على حسن العشب نتاع والتعامل مع ملعب ولي الاحوار، اما حبيت نحكي كيما قلت انت صراحه ديربيات باش نتمتعوا كوره العام الجاي، الاتحاد المنسير يا ملعب حمام سوسه نجم الساحل لمستقبل الرجيش، دونك ان شاء الله تكون الفرجه مضمونه. انا نصور ملعب حمام سوسه به النقطة اللي قالها اللي ما نجموش ما نزمنيش نجيبوا 11 ولا 10 ملاعبية كما للأسف يعملوهم برشا فرق، يجيبوا ترسينة من ملاعبية ويتخليوا على الفرق الملاعبية اللي ساهموا ياخذوا باريكسوب للرجيش مستقبل الرجيش. معدل الأعمار يعني متوسط يظهر لي في متوسط معدل الأعمار يمشي فيه. فما لاعبين اللي نجموا كلهم فرصة ونجموا يتألقوا. أنا تجربة الرجيش ناجحة، هاو استحفظ بعمر اللمتي بنضال بن سالم برشا ملاعبية بأنيس خضر مازال يلعب، فعليش ليه؟ فعليش ليه؟ يعني أنا وأنت وأكد يعني ومتأكد اللي راهي القيمة التسويقية ولا حتى الفنية بتاع ملاعبي من الرابطة الأولى مش بعيدة بتاتا وقد تنجم تكون كيما الرابطة الثانية. هذه ما تكون كان أخبار سارة وتنجموا تتفردوا على مستوى الموارد المادية وفي عوض ما الشريط ولا تبيعوا أصلا. على كل سينوري شنو المساج اللي نجموا نوصلوا في كلمة الختام بطبيعة الحال؟ مع أنه عندك الحق باش تشكر كل من ساهم لأنه تعب موسم كامل في موسم استثنائي، موسم كورونا، موسم فيه برشا تعب صراحة. بطبيعة نجموش ننساو مجهودات ناس تعبت في الجمعية، عنا رئيس الجمعية سي فهمي النيفر اللي مشكور معناها وصل حتى ضحى حتى بخدمته ما عادش مروح حتى لوكسمبور معناها بريسك قاعد في تونس باش يقف على الجمعية. أعضاء الهيئة المديرة معناها كلهم بصراحة معناها اللي واقفين سند مادي للفريق. عنا الإطار الفني اللي بذل مجهود كبير ومعناها والحمد لله معناها مجهوداته كل اللي تبنجاح،
والله بالنسبة لنا احنا الإطار الفني هذا عنا في ثقة، صحيح مازلنا ما حكيناش، لكن فما معناها إمكانية كبيرة، فما إمكانية كبيرة برشا بأنه مش يبقى. ديجا سينوفل شبيل عملناه درب معنا وغادرنا هو باختياره، هو مشى للنجم الرياضي الساحلي باختياره هو، معناها ما خرجش من النجم الرياضي الساحلي، معناتها ما أقلتوش الهيئة المدير. السنة رجعناه الهيئة المديرة مقتنعين به، مقتنعين بخدمته، معناها ما شفنا منه كان باهي بصراحة، إنسان كفؤ، إنسان معناها متخلق، إنسان معناها يعرف يتعامل مع المجموعة اللي عنده، ما عندوش مشاكل مع اللاعبين، اللاعبين يحبوه، معناها اللاعبين كي يلعبوا ويحبوا المدرب بتاعهم يحبوا ينجحوا وينجحوا المدرب بتاعهم. هذا الحمد لله معناتها من الإيجابيات. عنا مجموعة معناها كبيرة من اللاعبين اللي هم أبناء النادي، وحتى اللاعبين اللي وفدوا علينا معناها كانتدابات ولاو ابناء النادي ولحمه كبيره ما بيناتهم. هي تعطينا المساج المعنيين بالامر، فلوس، نحكيو فلوس بالنسبه للفلوس بالطبع جدا. احنا ما ننساوش طبعا اللي واقفين معنا ساعه. بالمناسبه هذه نحب نهدي الصعود متاعنا للروح طبعا الفقيد اسره الامل الرياضي بحمسوسه، اللاعب والرئيس السابق السيد ناجي المهيري اللي هو السند الاول بصراحه للامل الرياضي بحمسوسه، وبصراحه ابنائه واقفين معنا بصفه كبيره، سي مراد وسي سامي المهيري، نشكرهم معناها اكبر المساندين للامل الرياضي بحمسوسه. طبعا نشكر زاد السلطه المحليه في حمسوسه، معناها على راس السيد المعتمد وسيدة رئيسة البلدية والمجلس البلدي، واللي بعد قاعدين يبذلوا معنا في مجهودات كبيرة باش يوفروا لنا الدعم المادي، رغم طبعا صعوبة الظرف العام في البلاد واللي أثر حتى في ميزانية البلدية. وبصراحة معناها ننتظروا في دعم أكثر طبعا من رجال الأعمال. ما من غير ما نقلوا من قيمة الرابطة الثانية اللي صنعت عديد اللاعبين وعدد فرق، ولكن الإمكانيات المادية بعيدة برشا على بعضها بالطبع. عماد الكيلاني يقول لك تفاعل معنا مشكور جدا. عماد يقول لك معدل الأعمار هو 23 سنة و7 أشهر، على اعتبار أو على ضوء 30 لاعب اللي سجلوا حضورهم في مباريات هذا الموسم بالنسبة لأمل حمسوسة. دونك شبان لاعبين 23 سنة، شبان زي المستقبل الكبير قدامهم، مؤكد جدا كما قال هادي شبان، وأبناء النادي يغيروا على جمعيتهم، يغيروا على جمعيتهم. وهذا معناتها اللي لاحظناه معناها سواء كان في المرحلة بتاع سبتمبر في تفادي النزول، وإلا توا معناها كي تلقى أنت فما سبعة لاعبين توا في المجموعة اللي عندهم سبعة وخمسة سنوات في الفريق، معناها هذا هو ربما نقطة القوة متاعنا بصراحة ونقطة قوة الإفكتيف متاعنا. مشكور جدا مرة أخرى، شكرا أقول لك ألف مبروك بالسعود، يعطيكم الصحة بثبات الحال، وسلمنا على أبناء أمل حمام سوسة كل العائلة الموسعة لأمل رياضي بحمام سوسة. يعطيك صحة، نورتنا في بلاتو اليوم سنور. شكرا لك. نواصلوا نحن، نمشيوا لقاء ثاني في حصتنا اليوم، الرابطة الثانية لقاء الملعب صفاقسي ومستقبل جابس وانتصار مستقبل جابس 2-0. فخري طاري، طارق السيحي، علي الحراثي وأحلام العباسي. مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في هذا الملخص المطول للقاء الملعب الصفاقسي ومستقبل جابس الذي يحتضنه ملعب حمام الأنف المعشب في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثانية من مرحلة التتويج. ويذكر أن الفريقين انقادوا لهزيمة خلال الجولة الأولى، وبذلك علامة قاطع ومقطوع لن ترضي الطرفين خلال هذه المواجهة. التغييرات اليوم باش تكون من المدارج بسبب يعني البروتوكول الصحي، بطبيعة سلامة الملعب يقبل كل شيء. وفي هذه اللحظات يعلن الحكم أيمن النصري عن انطلاق المباراة، وكرة في الخط الخلفي تمشي، كرة تفك وترجع كبسية عجالي صار يدخل منطقة الجزاء، يمشي بالكرة في مرة أولى والحكم يقول ضربة المخالف خلف زوز ملعبيك حائط بشري بالنسبة لفريق الملعب الصفاقسي كجدار سد ثم التوزيع من علي عبد الواحد يوزع على القائمة الثانية بالراس لكن مرت سلامات حارس مرمى الملعب الصفاقسي أحمد عويش. فاش باش يكون تنفيذ التوزيع، ترجع من دفاع المستقبل جابس مرة أول ثم مرة ثانية ممتاز تزيد، لكن حارس المرمى ممتاز عادل فيتوري ثم بلمسة واحدة حلوة برشا التمريرة تمشي إلى الزميل ثم تزيد ممتاز حارس المرمى ممتاز. كانت التزيد الأخيرة من لاعب علي المساكني ضغط لفريق المستقبل الرياضي بجابس، يخلي فريق الملعب يخسر الكرة ثم يحاول يرفع الكرة بحارس المرمى حلوة برشا الفكرة لكن غير مؤثرة.
تمشي الكرة الهجوم المعاكس لفريق الملعب الصفاقسي على اليمين في غربية لا تميد ثم تلقى أمام مدافع على المستقبل ممتاز. مشاهدينا الكرام نهاية الفترة الأولى صفرة تأتي لتنهي أطوار الشوط الأول بنتيجة سلبية في انتظار الشوط الثاني. وفي هذه اللحظات انطلقت الفترة الثانية شوط أول دون أهداف. الشوط الثاني كيفاش باش يكون؟ لمسة واحدة من لاعب الفريق أسامة أبو بكر ثم على مستوى الجهة اليمين في منطقة الجزاء الحكم شنو يقول؟ يقول ما فماش الخطأ. يمرر ممتاز الكرة الأخيرة كانت من أحمد جميل وراغب ناسف والخطأ الحكم يقول ضربة مخالفة. حوار الثنائيات داخل منطقة الجزاء من زوز فرق تمشي التوزيع تمشي كرة بالرأس لكن حرس المرمى موجود رأسية ماهيش قوية كانت من المهاجم عماد جابر. 17 دقيقة في هذا الشوط الثاني ودائما النتيجة ما زالت دون أهداف في ملعب حمام الأنف. تمشي كرة خطيرة لفريق الملعب الصفاقسي تضرب على القائم في مرة أولى ثم في مرة ثانية على العارضة. الحظ كان بجانب فريق الملعب الصفاقسي في الكرة الأخيرة هجوم كان من الجهة اليسرى ثم تزيد في مرة أولى وفي مرة ثانية كما تروا لإعادة مشاهدينا الكرام وضاع مع الهدف الأول لفريق مستقبل قابس اللي كان من رامي للتاهي الهجوم الأخير. تمشي الكرة توزيع وقت العملية يرفع الكرة بحرس المرمى كانت سريعة الهجمة الأخيرة اللي كانت التمريرة وقت ثم يرفع الكرة ثاني فرصة ليه يعني في الفترة الثانية لضياع يعني علي المساكني. تمشي الكرة لفريق الملعب الصفاقسي هذه المرة على الجهة اليمين التزايد ممتاز حارس المرمى حسين منصور يمر في اتجاه الطاهري يحذر إلى زميله ثم التوزيع على القائمة الثانية تزايد لكن هذه المرة حارس المرمى يرتمي على الكرة. حاليا ضغط في 33 دقيقة من هذا الشوط الثاني لفريق المستقبل الرياضي بجابس وجومين قاعد يتحرك تمشي على اليمين التميد ثم تزايد الهدف الأول لفريق المستقبل الرياضي بجابس. جملة تكتيكية ولا أجمل والأروع بدأت من الجهة اليمين ثم عين إعادة مشاهدنا الكرام التمهيد ثم يضرب الكرة في شباك حرس المرمى كانت من أقدام اللاعب فراس غومة يضرب الكرة تستقر في شباك حرس المرمى. هشام العامري يوزع الكرة على القائمة الثاني لكن حرس المرمى في مرة أولى لكن تمشي الكرة لفريق الملعب الصفاقسي مخالفة لفريق المستقبل مع الثلاثة ملاعبي كالحائط بشر توزع الكرة بالرأس لكن فوق المرمى هذه المرة تمشي الكرة اللي على مستوى منطقة الجزاء توزيع والحكم يقول ضربة الجزاء بعد كان التوزيع من الجهة اليمنى من رامي لاتاي يوزع الكرة في منطقة الجزاء والارتكاب الهفوة من دفاع الملعب الصفاقسي. يمشي أحمد سولا يتقدم يسدد الكرة والهدف الثاني يختار الزاوية اليسرى لحارس المرمى أحمد عويشة والتوقيع من أقدام لاعب سولا يسجل الهدف الثاني في دقيقة 44 من الشوط الثاني. وقتية في هذه في اخر دقائق هذه المباراة تمشي التمريرة في منطقة الجزاء لكن حارس المرمى ممتاز حارس المرمى يبعد الكرة امام اللاعب احمد سولا تمشي من جديد الكرة لكن حارس المرمى بالبوكسينج في مرة اولى ثم في مرة ثانية تزيد لكن بعيد تصويب فوق المرمى ومع مشاهدينا الكرام تجي نهاية المباراة بانتصار فريق المستقبل الرياضي بجابس اللي ضيع يقبل في الكرة هذيك هي خويا ما علينا كان نديركو رواحنا في قابل المواسم وان شاء الله عام الجاي نبداو على الاول وان شاء الله ناخذوا بينا من الاول وجي خير ان شاء الله خويا. جيت خذيت الجروب ديريكت سطرنا باش نمشوا لبعيد نمشوا بلاي اوف راني ما نلعبوش على المانتيان دونك لازم نطلع البار نتاع لي زوبجيكتيف نتاعنا باش نجموا نوصلوا مسيت ملعبيه مورالمون داير بين اليوم بعد لا ديسيبسيون وخسارتنا في ماتش حمام سوسه سي با فاسيل باش ترجع جروب وتعطيك بالروح هذا دونك سي تو سكي ريلاسيونيل هو اللي خلى الجروب ترجع وخلى الملاعبيه توري الوجه الحقيقي. اعتقد انه قدمنا الاداء الممتاز، لعبت الكل فرحانه بهذا الفريق
وشافوا الأداء وشافوا جمعية اللي هي تلعب كرة صحيحة، وهذا اللي طمحت له من بداية الموسم. الحمد لله يا ربي الملعب الرياضي الصفاقسي في الرابطة الثانية بأداء محترم بلاعبيه بلاعبين شبان. توجع بالرسمي معناتها كي ما طلعناش، حضرنا له بالكدا عام سنة تعبنا، الناس كل معناتها جوارات ستاف هيئة مديرة جمهور، إن شاء الله العام الجاي ومبروك الحمام سوسة. هذا هو التواصل، وذاك علاش المباريات تنطلق فرد وقت، وديجا هاكم ريتو يعني عوضا انه مستقبل جيبس بشوفوا تصريحات نتاع فرحه في انتصار في مباراه كان تصريحات خيبه امل، لانهم سمعوا انه الريزلتان نتاعهم هما ايضا هي اللي خلات امل حمام سوسه يضمن صعوده للرابطه الاولى. بس بون كانت فما ديسيبسيون كبيره برشا بالنسبه للمستقبل جابس اللي يعني انهزم في المباراه الاولى امام حمام سوسه، واللي بصراحه حسينا في المباراه هذه حب يعمل رياكسيون مالغري معناتها المعنويات كانت نوعا ما دخلوا في الدود شويه بعد الهزيمه كما قلت لك، ولكن بالنسبه للمباراه هذه تخلى بكل ثقله للهجوم الى في معناها عملوا اونتام باهي نتاع في بداية الشوط الأول، اعتمد طريقة 4-3-3 مستقبل جابس، اعتمد على الهجومات والسرعة متاع يوسف الخميري اللي هو بصراحة أندوميت كولوار على مستوى عالي فنيا يعني وبدنيا حتى ذهنيا ما شاء الله معناها عنده إمكانيات طيبة، رامي طاهي كيف كيف وأسامة أبو بكر المهاجم في تشكيلة مستقبل جابس خلق العديد من الفرص، ولكن في الشوط الأول ما تمكنش وأنه يسجل. الريوسيت كانت في الشوط الثاني اون كونتر بارتي اسكندر كانت فما دي رياكسيون لي محتشمه شويه من الملعب الصفاقسي، ما قصروش، مش لازم نرجعوا نحكيوا على الملعب الصفاقسي، عملوا باركور باهي ما قصروش، مباراه كانت يعني للاجدر في المباراه هذه، مستقبل جابس كان هو الاجدر بالانتصار. مختار جلب له الانتباه والتحكيم في المباراه هذه. والله صحيح يتفرج في المباراة يعني التحكيم ممتاز من الرباعي، يعني بشو أيمن النصري كان حكم ساعة وسليم جبنياني مع حكم حكم ساعة حكم كيش خول مش حكم ساعة سمعت حكم ساعة حكم ساعة حكم ساعة حكم ساعة ومعهم زادة مجدي بلاغة كحكم رباعي، يعني رغم رو صدقني اسكندر كانت مباراة حماسية خاطر قاعدين يصنطوا في المباراة الأخرى شفيها يستناو، يعني مباراة حماسية وعرف كيفاش وبرافو عليهم وقت اللي يكون فما كلمة حق نقولوها أنا هاتي. والله يا اسكندر حبيت نحكي على فريق مستقبل جابس، خاطر بالطبيعه هي خيبه امل قبل كل شيء، والمسؤوليه مشتركه بين الاطارات الفنيه الاداريه الطبيه الملاعبيه والهيئه المديره، لكن حبيت نقول وانه زاد لازم الفريق فما تاخير على مستوى استلام الجرايات المنح منح الانتاج من الملاعبيه، الملاعبيه ما همش 100%. انا سمعت اخر تسجيل صوتي اللي على الباج اوفيسيال نتاع مستقبل جابس لرئيس النادي طاهر سولا، وحكي وانه تعذر عليه القدوم باش يحكي مع الملاعبيه ويعطيهم جزء من فلوسهم، ووعد بتوفير 100,000 دينار كمنحة تحت الدوش ملكية للملاعبيه في صورة ما تحقيق الصعود. راه مستقبل جابس عنده كيما ترجي جرجيسي ترسينا من الملاعبيه لعبوا في الآ كيما المسلمي كيما المساكني كيما صدوقة كيما يمين ويلي، فتعتبر خيبة الأمل لمستقبل جابس. واضح. ونعود نذكر من جديد اسكندر هو انه مقابلة الجولة الثالثة ماهمش باش تلعب. ماهيش باش هذا هو اللي حبيت نقول عليه باش نعطيكم نتائج الجولة الأخيرة خلينا نقولوا تو نتاع زوز مباريات هذا مو الترتيب النهائي حاليا على ضوء انه الجولة الثالثة ماهيش باش تلعب. ملحمة مسوسة مبروك إذا انتصار على ترجي جرجيس 2-1 والملعب الصفاقسي ينهزم أمام مستقبل جابس 2-0. أما الحمام سوسة إذن يصعد إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مركز الثاني لكل ما ترجى الجيس ومستقبل جابس، والمركز الرابع للملعب الصفاقسي تروازيس. أبناء نبيل كمون إذن 0 من النقاط هذه المجموعة الثانية. باش نمشيو للمجموعة الأولى. لو تسمع اسكندر فقط معلومة هامة جدا جدا توا، هما الحكام نتاع الجولة نتاع غدوة إن شاء الله. أي. مشكور جدا التواصل مع قيصر قيس مكلف بالأعلام في الجامعة التونسية لكرة القدم. مباراة نادي حمام نمف أمل جربة، الحكام هو سيكون أمير لوسيف في ملعب المنزة، ونعيم حسني يدير مباراة قواف القفصة وأولمبيك مدنين في ملعب أرينا. توا بلاغ صادر على الجامعة التونسية لكرة القدم. والحصة مباشرة دونك وصلت المعلومة بطبيعة الحال. مشكور جدا قيس رقيز. نمشيو لقاء رياضي لحمام الانف والقوافل الرياضيه بقفصه، انتصار خلينا نقول ممكن افضل انتصار لابناء النادي الرياضي لحمام الانف، و
أخي بنتيجة خلينا نقول عاشقه في القفصة بعد المباراة الأولى في مجموعة التتويج. نرجع ونحكيه أكثر تفاصيل بعد قليل. خلينا نتابع ملخص لقاء نادي حملان فقه في القفصة. سليم بن صالح، حليل حراثي وأحلام العباسي. نادي حمام الأنف قوي في القفصة، مباراة كان شعارها الانتصار لغير. ثلاث نقاط للقويفل اتأكد بها صدارة المجموعة وتضع قدم في الرابطة المحترفة الأولى، في حين فريق الضاحية الجنوبية انتصار يخليه يواصل سباق الصعود للجولة الأخيرة. احنا جايين باش نلعبوا حظوظنا وأكثر من حظوظنا، وحمام الأنف كنا تقابلنا في البراج ممكن تغيروا شوي، لكن احنا بقدرة الله مهما باش يكون موجود احنا حاضرين. ان شاء الله اليوم معناها باش نربحوا، ان شاء الله نخليوا القوي في ورانا، ما يهمناش في ماتش مدنين شنيا. بقدرة ربي عندنا ماتش، عندنا جمعية باهية، عدينا شامبيونا باهية سنة، ان شاء الله باش نتوجوها تروح اليوم ان شاء الله بالربح. إلهام هاما دخلت المباراة بثلاث تغييرات، بعودة علي القاسمي في حراسة المرمى، سعيد كرشود وفخري العمدوني كأساسيين منذ البداية، مكان سيم شاشية وربيع بوزيد المصاب. بارابور ليكيب تاع قفصة شفناها كيفاه تلعب، لي بوان فور بوان فابل، مشينا البوان فابل نتاعها واحنا شنو نخدموا جوست احنا اللي حاشنا بيه تو المشكلة نتاعنا، لازمنا ما ندخلوش في لعب الادفيرسير اللي هو جو ديريكت يفركس في الان كونتر دوزيام بال ويخلط، لا احنا حاشنا بالكرة لوطا نعمل تاك بلاسي. نفس الشيء للقوافل اللي عرفت في المباراة هذه تغييرات على مستوى التشكيلة مقارنة بالجولة الأولى. حمزة السيد مكان حازم مبارك اللي تحصل على ورقة حمراء ضد أمل جربة، وأحمد حرشيني كأساسي. البارح مرقتش على خاطر تمنيت نكون مع أصحابي اليوم ونعاونهم ونقف معهم، وما نعرفهم رجال وإن شاء الله يجيبوها، ما حتى ما حازم موجود مش موجود إن شاء الله لباس بقدرة رب. البداية كان بضغط من جانب نادي حمام الأنف دون خطورة تذكر، نفس الشيء بالنسبة للقوافل اللي لحدود دقيقة العاشرة هجومها مشاكل حتى اخترع الحارس علي القاسمي. الضغط يتواصل من جانب الهمهامة، وفي 13 دقيقة فراس الساكوحي على الجهة اليمين يتجاوز مدافع القوافل يمهد كرة الفخري العمدوني اللي كان متأخر، وفرصة افتتاح النتيجة تضيع على نادي حمام الأنف. أخطر فرصة للقوافل كانت في 23 دقيقة لعب بعد عمل ممتاز من سامح بوحاجب، وينخذي كرة من وسط الميدان يتجاوز قاسم عون ويلقى روحه وجه لوجه مع الحارس، والتألق في هاللقطة لعلي القاسمي اللي منع فريقه من قبول الهدف. رد نادي حمام الأنف كان بسرعة، مخالفة كالعادة من تنفيذ غيث الصغير توصل الكرة للمدافع قاسم عون وكورته تضرب على القائم. فرصة بفرصة والنجاعة جت من جانب الهمهامة. دقيقة 32 تتغير فيها النتيجة بعد عمل ممتاز من غيث صغير اللي مرر كرة لسعيد كرشود، والأخير مهد الغيث اللي يتمكن من مغالطة الحارس خميس الثامري. رغبة أبني عبد الحي بن سلطان في إضافة الهدف الثاني تتواصل، مخالفة من غيث الصغير كدي غالط بها خميس الثامري اللي كان متفطن فيها العملية، وشوط أول ينتهي على أسبقية هدف لصفر للهمهامة. الشوط الثاني وقبل بدايته مدرب القوافل يقوم بثلاث تغييرات، في حين مدرب نادي حمام الأنف يلعب ورقة المهاجم نسيم شاشية مكان سعيد كرشوت. ربع ساعة أولى حاول فيها ملاعبية القوافل هذه بقفصة تعديل النتيجة لكن دون خطورة، اللي على العكس كانت من جهة نادي حمام الأنف. عديب الحاج على الجهة اليمين بسرعته المعتادة يتوغل ويسدد كرة بجنب القائم الأيمن. نص ساعة لعب في الشوط الثاني دون محاولة اختيارة من جانبين، وأبرز فرصة كادت تجيب الجديد للقوافل بعد امداد كرة من جهة اليسار ووجدي المد بيروث كرة في منطقة 18 يسدد بجانب القائم. الفرصة الأخطر في الوقت الإضافي عملية 1-2 بين ملك جمال وفخري العمدوني اللي يلقى روحه وجه لوجه مع الحارس الثامري اللي فسخ الهدف الثاني للهمهامة، لتأتي سفرة الحكم نصر الله الجويدي وتعلن على نهاية المباراة بانتصار مهم لنادي حمام الأنف اللي أصبح في صدارة ترتيب المجموعة بأربع نقاط، وأصبح مسيره بيدي في تحقيق العودة للرابطة المحترفة الأولى وين باش يواجه أمل جربة. دخلنا الكل بالكل، معناتها حضرنا الفريق اللي يزمه ينتصر، طريقة لعب زادة كيف كيف، خذيت فكرة زادة على فريق قفصة وحضرنا له معناتها كل زوز حصص اللي خدمناهم، نعرفوا اللي عنده قوته في الكرة الثابتة، حاولت نعلي الفريق، طلعت في الطاي معناتها
والحمد لله ربي وفقنا، جات الفرصة. وهذا اللي حكيت مع الملاعبية في بين الشوطين، قلت لهم راهو ينجم يكون اللقاء يوفى 1-0 وفى 1-0. الحمد لله الحمد لله، كنا حتى بعد الماتش نتاع مدنين قعدنا مع بعضنا طول الجوار والستاف وحطينا البوان سور ليزي، والحمد لله وضحنا كل شيء اللي لازم راهو نركزوا فيه الماتش ولازم نجيبوه، طرح نتاع رجله نتاع برشا رجله نتاع برشا صبر نتاع برشا ثقه، والحمد لله توفقنا وتوفقت انا بشوي سجلت الهدف وعاونت به اصحابي والحمد لله يا ربي. الحمد لله ليسونسيال معناها 3 بوان توا معناها مصيرنا بيديرنا، مازال الماتش كونتر جربه ان شاء الله اخويا فيكتوار وترجع لها ماما لبلاصتها ان شاء الله بقدر ان شاء الله، حظ اوفر القفصه جمعيتي ان شاء الله. في حين قوافل القفصه يتجمد رصيد على 3 نقاط واصبحت مطالبه بالانتصار والانتظار في الجوله الاخيره ضد اولمبيك مدني. الاضاعه نتاع الفرص اللي تحسن عليها سورتو الشوط الاولاني تقريبا 3 كور ظاهرين، معناها ثم انفراد بالحارس ضيعناه، ثم كرات ثابته يخلطونا في دي زون باهين برشا تقريبا 4-5 متر على الخط، وتضيع مرتين ولا 3 سي نورمال ضد كيب عندها فريق ممتاز فريق منظم كيما يلزم يستغلوا فرصه ويسجلوا لك. دونك صعبنا على رواحنا، عجرينا في جره الفيكتوار دوزيام ايتون، حاولنا ما خلطناش باش نعدلوا. كي نشوفوا النتائج الاخرى في المقابله نتاع مدني نلقوا اللي حتى شيء ما تلعب، مازالوا 4 فرق معنيين بالصعود على حسب النتيجه نتاع المقابله الجايه. نحاولوا المقابله الجايه نلعبوا حظوظنا كامله وان شاء الله اللي يكون اجدر هو اللي يطلع ان شاء الله. كما قال فرحات زروق الأربعة فرق ما زالت معنية بنسب متفاوتة بطبيعة الحال، ولكن خلافا ممكن ما قصدهاش مراد زهو في تصريحه قال حظ أوفر اللي قوف القفصة. ليه ما تحسمش الأمور مراد؟ معناتها الحظ للجميع راهو حظ أوفر للجميع، لأنه تحسمت كان في المجموعة الأولى مال حمام سوسة تحسمت أموره وقت لها ورقة العبور، ولكن الأربعة فرق اللي ما زالت توا ما زالت معنية يا بسام، وحظ أوفر للجميع لا فقط لقواف القفصة والبقية. مؤكد مؤكد اسكندر، الأربع فرق يعني معنية. الأخر جولة مازلنا نستناو شكون اللي باش يكون الفريق اللي باش يصاحب أمل حمام سوسة للرابطة المحترفة الأولى. هذا يدو باش نحكيو في المباراة هذه اسكندر. يعني قبل كل شيء خليو المباراة في الإطار نتاعها. فريق داخل ب3 نقاط وفريق داخل المباراة الثانية بنقطة واحدة. دونك بصراحة بيرسونيلمون كنت تابعت المقابلة يعني في ملعب كنت موجود على أرضية في الملعب وكنت تابعت المقابلة. بصراحة توقعت مردود وتوقعت يعني فوليوم دو جو وتوقعت مانيير أحسن بالنسبة للقوافل القفصة. اون كونتر بارتي يلزمنا نعطيو الميريت لعبد الحي بسلطان وللملاعبية نتاع حمام نلف اللي قدموا مباراة على مستوى عالي. كيفاش تقول لي المباراة على مستوى عالي؟ اسكندر عبد الحي بسلطان ساسوفوا وانه حذر ان شيما تكتيك وحذر وشاف وعمل الاناليز نتاع البوتونسييل دو جو نتاع قوافل القفصة على حسب المباراة الاولى اللي لعبها امام امل الجربة. هذا دو ان. دو دو بعد ما عمل لا ديسبوزيسيون لو شيما تكتيك اللي هو لو بلوز امبورطون اكثر، معناها اللي هو اهم اكثر من شيما تكتيك سي لانيماسيون تكتيك، كيفاش الملاعبيه كانوا براتيك ما تبقوا في الانتشار نتاعهم في الميدان بالضبط على ارضيه الميدان. احترام يعني قاعده لعبه جماعيه مهارات فرديه اكزاكتومون هي لعبه جماعيه وسي تري امبورطون. راهو اللعبه الجماعيه اسكندر راهو عندها اليات وعندها دي ميكانيزم وعندها راهو سي با معناها وزار. علاش قلت لك الميريت يرجع لعبد الحي بسلطان وللملاعبيه؟ لان كانت فما اون تري بون ابليكاسيون، كان فما انضباط تكتيكي، كانوا عارفين شنو يعملوا الشوط الاول معناها حمام نلف معناتها خذاب زمام الامور، نزل بكل ثقله للهجوم، اعتمد على عودي بالحاج، اعتمد على كرشود، اعتمد على المهاجم فخر العمدوني اللي كان يلعب برشا بالظهر، ولو بلوز امبورتون اعتمد على غيث الصغير اللي هو ان جوور روليور معناها مع السكوحي اللي كان كل مره يترمى كوم دوزيام اتاكون في تشكيله عبد الحي بسلطان على حسب الشيما تكتيك.
دونك تري امبورطون الاسكندر دوزيام ميتا معناها بعد ما تسجيل هدف في الشوط الثاني يعني عملوا ان بلوك اللي هو بلوز موان با وحاولوا انه يعملوا رياكسيون قوي في القفصه ما تمكنوش من التسجيل كانوا بصراحه انتصار ميريتي الحمام نلف واللي بصراحه معناها مجهود يذكر في اللقاء اللي يزمو يفوز بالضبط. هذا هو اللي قال في المباراه هذه بالضبط. شنو تحب تزيد مقطع تصريح مراد زاهو ونشوفوا يعني تصريح رئيس الفرع يوسف المهذبي قال نحطوا ساقينا نتاع حملم نحطوا ساقينا في القاع راهو ما تلعب حد شيء وافكتيف ما هو الحد لابس ما تلعب حد شيء ما تعرفش شكون باش يطلع للربطه الاولى دونك معايا قبيله وقت اللي مراد زاهو قال حظ اوفر قهوه في القفصه هو حظ اوفر مش على المباراه على وكانت على اساس اليمين لم تحسم الامور بعد وهذا قانون اللعبه كما قلنا بعد شويه باش يكون معنا سيد سعد الدين بالحاج بالحاجة علي بطبيعة الحال رئيس الهيئة التسييرية لأمل جربة وسيد محمد سعيدي رئيس أولمبيك مدنين صارت بوليميك مجدي حاجة علي كان قاسي نوعا ما في المباراة ولكن فما كواليس ما قبل المباراة مش فقط قوف القفصة أولمبيك مدنين كان احتج ما قبل فترة مجموعة التتويج نفس الشيء بالنسبة لأمل جربة وبعد نعرف شو أكثر تفاصيل مع كل من سي سعد الدين وسي محمد ولكن خلينا نتحولوا إلى لقاء مال جربة أولمبيك مدنين وفي بالتعادل 1-1 وشهد أيضا زوز أوراق حمراء حمودة بن سليم خالد بن يعقوب أمين بن أحمد وهيلة المشبري السيطرة لا تعني الانتصار اللعب بنقص عددي وحتى بتسعة لا يعني الهزيمة هذا ما أكدته الكرة في اللقاء لجماعة أولمبيك مدنين بأمل جربة مقابلة كان فيها العنوان مشترك بين فرق الاثنين الانتصار وفقط لا شيء غير 3 نقاط من أجل محافظة كل منهم على الحظوظ كاملة للمنافسة على الصعود بعد تعادل الأولمبيك وهزيمة الأمل في الجولة الأولى شوط أول بداه أولمبيك مدينة بقوة سيطرة ضغط خلق أكثر من فرصة سانحة للتهديف لكن الفورمة اللي كان عليها الحارس غاية العدواني من جهة غياب النجاعة واللمسة الأخيرة على الثنائي حسان الشواشي أزر الغالي خلت نتيجة 0-0 تتواصل تلت ربع ساعة الأول من اللعب وبين الضغط والدفاع تأتي لقطة طريفة مثل لقطة اللقاء بعدها أمل جربة يستفيق محمد الفيلالي في كرة وجه لوجه مع الحارس شرف الدين الغيضاوي حارس مرمى الأولمبيك يمنع هدف واضح فرصة ثانية للأمل على التوالي دون جديد لكن المحاولة الثالثة جات مغايرة حلمي جويدي يوزع كرة بالملي أنور المناعي بالراس البقية كرة في الشبكة والهدف الأول في اللقاء وواحد بلاش الأمل جربة أولمبيك مدنين أصبح يجري وراء التعادل من دقيقة 20 حسين الشواشي هدف الفريق في كل مكان يتلقى كرة يتيح بعد تدخل من حلمي جويدي ومطالبة بضرب جزاء الحكم مجدي بالحاج علي يراه التحام عادي أبناء الممرن من صف الشرقي يجربوا كل الطرق لكن محاولات عز الدين عبيدة ملك الأندلسي لم تغير نتيجة بل هجمات الأمل المعاكسة مثل تختار أكبر على دفاع مدنين ان شو تكتيك خذيناه كجروب من اول بدايه تحضير المقابله تاع مدنين وفقنا ربي ووفقنا ربي في البونت اللي ما تمركي عن طريق المناعي في ال 45 دقيقه الثانيه اولمبيك مدنين من البدايه يلعب الكل بحثا على التعادل وبعد ما ضاعت امكانيه العوده في النتيجه على حسين الشواشي الحكم مجدي بالحاج علي يصفر ضربه جزاء بدايه قاسيه وهذا ما أثار احتجاج أبناء أمل جربة المقابلة توقف 5 دقائق الحكم لا يتراجع في قراره أمين المكور في التنفيذ ينجح في تعديل النتيجة 1-1 المقابلة كأنها ما بداتش الاحتجاج يرجع من جديد المرة هذه بعد كرة اعتبروها أبناء الأمل خرجت ما صفرهاش الحكم وورقة حمراء ضد وائل صمود أمل جربة يصبح يلعب منقوص منذ دقيقة 57 أولمبيك مدنين لا يستغل النقص العددي ومشاكل أمل جربة لا تنتهي بما أن خليل الجاسمي يتحصل على الإنذار الثاني لساوى الإقصاء فريق الجزيرة أصبح يلعب بتسعة أولمبيك مدنين يلعب الهجوم الكلي المقابلة ولات عبارة على هجوم ضد دفاع لكن دون إيجاد الحل كرة أمين المكور تخطئ المرمى
دفاع الأمل يواصل الصمود، الكرة تقف إلى جنبه ترفض الدخول، وكرة أشرف جمعة فوق المرمى. الحكم يزيد 8 دقائق كوقت بديل، دفاع أمل جربة بقيادة الحارس غيف العدواني يرفض الانقياد للهزيمة ليكون التعادل. تعادل لا يخدم مصلحة أحد، بما أن أولمبيك مدنين أصبحت حظوظه مرتبطة بنتيجة نادي حملنف أمل جربة. وفريق الأمل وبعد ما أضاع كل أماله سيتحول إلى حكم بين الثلاثي المتبقي وبحظوظ متفاوتة. دوماج كنشوف الكونديسيون لي زيكسترا اللي صارت في الماتش تاع اليوم، الله يسامح اللي كان سبب في بيلانتي الناس كلها تشوفها، ولا في لو دي كارتون اللي صاروا جاتنا بيلانتي، الحكم يغلط ويصيب، هذيك هي الكره غلط ضدنا ضد حمام لنف، هدف تسلل واضح. اليوم جات كره لينا احنا استفدنا منها صحيح، وهذيك هي الكره ما تنجمش، الكره ما حبش تدخل جمله، تشوف ثلاثه اربعه كور تاتا تاتي السما تضيع، الله غالب هذيك الكره وان شاء الله في فرصه اخرى. هذا هو باش نرجعوا نحكيوا فنيا بعد شويه. خليني نرحب كل من سي سعد الدين بالحاج علي رئيس الهيئه التسييريه ليام الرياضي بجربه. مرحبا بك سي سعد الدين. عايشك بارك الله فيك، يعطيكم الصحه على الاستضافه هذه، ونرحبوا بكم الناس كله، ونرحبوا بالسادة المتفرجين. نورنا في البلاتو، مرحبا بك سي محمد سعيدي رئيس اولمبيك مدنين معنا ايضا في البلاتو اليوم، مرحبا سي محمد. مرحبا بك خويا اسكندر، مرحبا بضيوفك سي مختار سي بسام سي الهادي، مرحبا بك. جينا حد البلاتو كما يكون قلبه معبي، هذا اللي جينا قلوبه معبيه. لا 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 والله لا فماش علاش، خلينا نشوف الجانب الفني اللي قاعد سيدي رمضان، هذا تو رمضان يلزم الانسان يكون قالم والانسان يكون رزين ويكون فهمتني ولا خلينا نشوف الجانب الفني ولا انه طغى عليه الجانب التحكيمي. الحقيقه هذا اللقاء نذكر انه مجدي حاج علي تم تجميده قبل قليل اليوم هذه بثلاثه اشهر، واذا كانت عاقب ثلاثه اشهر يعني اخطا، يعني الاعتراف بأنه قام بأخطاء في هذا اللقاء. خلينا نحكي على الجوانب الفنية وتعادل واحد واحد ومن بعد نرجع نحكي على الأمور. بالنسبة لما الجربة لعب ثلاثة في اللاكس مع الفرشيشي وجمعونا وحمزة، وخلى يعني لوزيك سونتري اللي هو جويدي وويل صمود هما اللي قاعدين يطلعوا قدام. ما حبيت نحكي أنا اللي البنتي في الشوط الأول، وهذه كنت على 18 دقيقة و30 ثانية، الفيلالي وجه لوجه مع الحارس والغذاوي يخرج الكرة في الكورنير، هي بيدها الكورنير تتلعب، يطلع جمعونا تخرج الكرة لبرا زعما لسجل هدف، وين الديفونس لهنا تتلعب بالسيمتر يفكها كوقتها من الجربة سونتراج من ويل سموت للمناعي يسجل الهدف فريمون في ترواز اوكازيون في دقيقة ونص كان يقبل فيها هدفين فريق. نقول هنا الدفاع بكل صراحة يعني لهنا، ونعرفوا الكلينشيت اللي عملها يعني اولمبيك بدين يعني فرحة مجموعات اش قاعد يعمل هنا بون دوزيام ايتون سي توتا في نورمال مع واحد بليش، لكن عمل لهم تام به بقطع النظر على ضربة جزاء ولا لا، جاء ضربة جزاء سجل هدف زوز ورق أحمر، هنا اولمبيك مدين بدون كان نفسه سي توتا في نورمال بنقص عدد يعمل جرمة بشد الديفونس ويحاول يضيع الوقت، لكن لهنا الترسانة الهجومية اللي عند مدنين الرحيبي ازر الغالي المكور حسين شاويشي ملك لندولسي تسرع كبير قدام خاطر ضيعوا اهداف سهله. انا نقول ممكن مع احترامات الجميع انه التحضير ما كانش كما يلزم المباراه، لربما استسهل المنافس هنا قبل ما يلعب الماتش على خاطر مباراه سهله، وهنا اولمبيك مدين ما لهم كنفسوا ما لهم حد. ربي ربيع رجع لنا من بعد شويه الصوره نتاع العمليه الهجوميه يظهر للاولمبيك مدين، وتخلف المصور الفوتوغرافي نرجعوا للصوره خاطر لهنا ممكن تمركز نتاع المصور ممكن. على كل سلامات للاعب وسلامات للمصور الفوتوغرافي، هذيك المصور الاولى كنا نتابعوا فيها في الفيتير، وبما انه نحكيوا على المصور الفوتوغرافي نحكيوا على زميلنا ايضا مصور التلفزيون يمين بن احمد البارح تعرض الحادث مرور، وقولوا له ان شاء الله لاباس يمين بن احمد اللي كان هو اللي صور هذا اللقاء، كان حاضر في المنزه صور هذا اللقاء، شوف العمليه لهنا ربي هذا مش امين بالطبيعه، هذا المصور المستلفزي فوتوغرافي ان شاء الله لاباس وحلو سلامات، دونك حاول يبعد شويه لانه هذيك داخله في الزون دو ريسك اللي نجم يكون اللاعب كما صار تو التحام عن مصور فوتوغرافي ان شاء الله لاباس من الجانبين. وقلت مره اخرى ان شاء الله لاباس ايضا لمين بن احمد زميلنا يتعرف الحادث بعد حادث مرور بعد ما كمل صور اللقاء هذا. سي سعد الدين مرحبا بك. شنو احوالك سي سعد الدين؟ الحمد لله الحمد لله. البارح ما بين البارح واليوم خير برشا. لا خير برشا. البارح ردة فعل ممكن سريعة نوعا ما. ماهوش قرار. لا ما كانش قرار. لأنه عدم إجراء لقاء الأخير. لكن بعد التريث وبعد شقان الفترة هذا هو اللي أهم. بعد ما شقيته وتركته. والصيام شوية أثر شوية. وقتها قررت وأنكم ترجعوا تلعبوا المباراة.
احنا بو احنا احنا الخيار كان مطروح نتاع الانسحاب بعد المقابله وبعد الكم الهائل من المكالمات الهاتفيه. ناس كلمتنا من جربه، كلمتنا من الخارج، كلمتنا من عده اقطار ومن عده مناطق، كلموا فينا معناها ما ضيعوش حق جربه، ما ضيعوش حق الامل. وهذا مشروع سيرتو معناها في المقابله الاولى حسينا شويه انه الـ 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 الماتش معناها تظلمنا فيه شويه تحكيميا مع سي عامر شوشان. دونك المتابعين في جربه ومتابعين امل الرياضي بجربه الكل حسوا اللي قال لول ضد نادي حمل انف، لا مش ضد قوافل الرياضي بقفصه، عفوا ضد مين كان ضد حمل انف؟ هو هذاك خذينا فيه ضربه جزاء وضيعناه معناها نتحملوا احنا شويه معناها مسؤوليه في اللقاء. لكن عامر شوشان ما غير ما نرجعوا زفرنا ترحبوا الزلفه وما كانش الامور كما يلزم ونوهنا على اساس انه التعيين نتاعو معناها ماناش قابلين واحنا وما كانش الماتش تلفزي واحد كل شيء. لكن تعدى الماتش نتاع قوافل الرياضيه بقفصه وخسرنا الماتش. لكن بالنسبه للمقابله الثانيه مع اولمبيك مدنين معناها الماتش كان تلفزي وكانت الاخطاء التحكيميه في معناها واضحه الناس كل واضحة. الناس كل تنجمت معناها باش نرجعوا بعد شويه باش نرجعوا ربيع يحضرنا بطبيعه الحال عمليه ضربه الجزاء تم اعلان عليها وايضا ورقه صفراء ثانيه يعني على اثر مجدي حاج علي فعل الورقه الحمراء للاعب امل جد كهيئه مديره مرافقه للفريق بعد ما روحنا للنزل بعد المقابله استنينا باش ان تكون فما قرارات من معناها تاديبيه للسي مجدي الحاج علي والطاقم اللي معاه. الساعه متاخره من الليل معناها ما صار حتى ما فما حتى قرارات. احنا كنا مجبورين باش ان نهدوا شويه نفوس معناها نوريو الناس معناها نعطيهم رساله باش ان رانا معناها واقفين للحق الامر الرياضي بجربه وماهوش مانيش باش نسلموا فيه. دونك كان مطروح بين الخيارات الموجوده انسحاب من البطوله وطرحناه في اطار انه خيار موجود معناها. كانت وسيله ضغط ولا كما قلت انت يا سي سعد الدين انه باش تبردوا شويه الناس والجريبه اللي منرفزين شويه ولا كان قرار ممكن كان ينجم يتم اتخاذه؟ هو كان ينجم يتم اتخاذه القرار هذاك وينجم يكون القرار به معناها. احنا ديجا البارحه عملنا جلسه العشرة ونص ولا 11 تاع الليل بالميسنجر الهيئه المديره الكل وفي الاخر معناها كنا على تواصل مع هادي جبنيان اللي كان بدور كاعلامي ناجح وسهرناه معنا برشا يلزم يعرف المعلومه يكون صديق وخيرنا ان شاء الله باش نواصلوا وابريتو احنا مازال عندنا حظ. خلينا نشوفوا بربي اللقطه اللي عم بوليميك هذه ضربه جزاء اللي اعلن عليها مش هي بركره هو اللي هنا جايين هما اكبر زوز لقطات هي لقطه ضربه جزاء اللي اثرت على النتيجه والورقه الحمراء. هذه عمليه ضربه الجزاء اللي اعلن عليها فما زاويه اوضح من هكا ممكن العمليه الثالثه او الصوره الثالثه وكما قال رفقي بوسته صراحه وسامي بوعزيز اللي كانوا يعلقوا على اللقاء كان ممكن يعتبر الحكم مخالفة لأمل الجربة أكثر منها ضربة جزاء يعني لأولمبيك مدنين. بربي ديما نحكيه هو سي محمد سعيدي بعدين معناتها راهو ماناش باش نقلوا لا من قيمة لا التعادل ولا يمكن إمكانية كان يفوز أولمبيك مدنين ولا هم يحزنون ولا باش نقحموا أي حد في أخطاء الحكم. ديما نسبقوا نحكي على رأي الخاص ومن بعد بطبيعة الحال سي سعد الدين تنجم تقول تحب عليه نحكيه على رأينا الخاص ديما ما نحملوش مسؤولية أخطاء شخص في مجموعة كاملة. أخطأ مجدي حاج علي هذا بالصورة ما نجموش نغطيه عين الشمس بالغربال. أخطأ ماهيش لمجدي بالحاج علي فقط الحكم المساعد هذا يتحمل جانب يقولوا مجدي نحكي على المجموعة من نقولوا طاقم تحكيم خاطر أنا اليوم كريت عقوبة مجدي بالحاج علي علاش مش عقوبة طاقم تحكيم المباراة خاطر زيد اللقطة هو صار العقوبة على الحكم فقط حكم وحيد مجدي بالحاج علي الحكم هو سماوة في البلاغ انا هوني كي راه اللقطه لانه صاحب القرار هذا ليه اي اما المساعد الاول سامحني كي حكم ياخذ قرار خاطئ المساعد الاول ينجم يعيط له عنده منوريات كان ينجم يتراجع كان ينجم يتراجع مجدي حاج علي زفر مباشره ضربه جزاء ما غزرش لا يمين لا يسار ينجم يصلح كان ينجم يتراجع ينجم يقول لك اكثر من ذلك ينجم مراقب المباراه هما كانوا زوز مراقبين واحد اللوطه واحد الفوق
ينجموا يصلحوا لبعض. هات اللقطه الثانيه وحتى الحكم الرابع يدخل اذا كان رؤيه امامه واضحه. اللقطه الثانيه اللي اثارت جدل كبير ايضا لقطه الورقه الصفراء الثانيه، هل تستحق؟ هو من هنا يستحقها، ولكن كي نرجعوا لهنا ما يستحقهاش. دونك في اللارج في الايماج بسرعه كبيره يستحق الورقه الصفراء الثانيه، ممكن اصلا ورقه حمراء مباشره، ولكن وقت اللي راهو انه اللاعب زلق واضح غير مقصود، لان المخالفه موجوده. هذا راهو الكلام الكل معناتها بعد ما رجعنا اخصائي التحكيم. انا شخصيا رجعت عادل زهمول حكم الدولي السابق وكان عاود اكد وشاف الصور الكل، كان اكد لي انه ما فما حتى امكانيه انه يرفع يا اما حمراء يا لا، فماش صفرة في العمليه هذه، يا حمراء يا لا، واعتبار على ضوء انه عمليه انزلاقيه عفويه مش بالعاني، دونك ما فماش علاش بشيخ ورقه صفراء مع احتساب مخالفه. حتى في ضربة الجزاء معناها منطق يقول انه وقت الا يزفر ضربة جزاء اون برانسيب فما ورقة صفراء للقمعونة، معناها فما عقوبة إدارية، معناها هو زفر ضربة الجزاء وما معطاش العقوبة الإدارية، معناها وزفر ضربة الجزاء من غير ما يرجع حتى للجوج دو توش نتاعو، معناها هذا للقراءة نتاعنا احنا. بالنسبة لنا هذا اللي حاجتي به، بالنسبه لكم بالنسبه لنا السيد هذا ما يمثلش تحكيم في تونس، ما نعرفوش معناها شنو هي الخلفيه اللي عنده على العمل الرياضي بجربه. هو عنده تاريخ معناها خايب على العمل الرياضي بجربه، هو كان مجمد شهر قبل المباراه هذه، اي كان مجمد اي واليوم ما يمثلش التحكيم. معناها احنا توا كعمل رياضي بجربه ما نجمو نزوجوا بحتى طرف في الـ في الـ في في الاشكال التحكيمي ولا اللي حصل له. هذا معناه هو اجرام في حق الامل الرياضي بجربه، لكن السبب نتاعو الجوج دو توش سورتو سي يمن الملوشي ولا سي مجدي بالحجري، يعني فما للطرفه وبرا كلموني معناها اذا قالوا لي ياكم فرد لقب انت يا اخي. والله هي اللي حبيت انا باش نقول لك معناتها فرد لقب حاجه علي ما تصدقين حاجه علي حتى الربح حسين حاجه علي مشكله تاع ولد عم مجدي حسين كملتها بعد سفر عندنا مشكله تاع ورث سعد الدين وكاو معناتها بالكش عندنا مشكله نتاع ورث ولا معناها لا 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 بطبيعه الحال هذه صدفه يعني شاءت الاخبار معناها برك باش نحطوا الامور في اطارها معناها تفضل يا هادي تفضل. بربي حبيت ناخذ في كلمه قبل ما نخلي الفضاء السي محمد وسي سعد في 10 ثواني. شو بكل حياديه وبكل امان، اولمبيك ميدين في الجوله الاولى تضرر من هدف متسلل لنادي حمام لنف، ثبتنا في الصوره عودت هذا حاجه. ضرب الجزاء لترجي رجيسي ما زفرش يوسف السراري، وضرب الجزاء ليامل جربه خاطئ استفد منها اولمبيك ميدين ورقه حمراء. انا هوني ما ننسى الكسوه نتاعنا من العبايه، انا هوني كنت نقول لفت نظر، كنت نقول نداء، كنت أقول بلطف. أنا التو باش نقول لون واستياء من الإدارة الوطنية للتحكيم. مانيش نلعبوا في مقابلة ذهاب وإياب، نلعبوا في ثلاثة ماتشوات بلغة الكرة سامحوني، يا عندك الغلطة بحسب يا ما عندكش. هوني باش نقول أي لازمنا مباريات كأس لازمنا نتحري ولي أكثر من هكا. تو ما عادش يخفي على المواطن البسيط اللي كي نسمعوا تعيين نتاع حكم راهو باش يخرج هكا. احنا ديما نقولوا في البلاتويت نتاعنا حس النية والخطأ بشري. لا يا سيدي في المقابلة هذوما ما تخطئ ليش، واحنا ديما نحطوا الاتيكيت على الحكم. شنو الحل هذا؟ شنو الحل؟ تو تو هاو سي سعد الدين نحكيو في الكواليس قبيله قال لك انا هي بيت جابت هذا شهر وبعد شنو هي انا كجمعيه كامل جربه شنو باش نستفيد انا كي يتعاقب ثلاثه اشهر او حتى يتعاقب مدى الحياه شنو باش يرجع مثل راهو نحكيو مثلا نحكيو على خطا خسرنا هي ماهوش اي مباراه ماهوش اي لقاء هذا اللي قام مصيري. احنا ديما نحكيو نفس الشيء جرجيس وما الحمصوص علاش ديما نحكيو فقط على الحكم الاول حكام المساعدين قديما مره يورطوا الحكم الاول وما نحكيوش عليهم. ونقطه ثانيه احنا نلعبوا اربع مقابلات في كل جوله، علي ما عملناش حكم خط كما نعملوا في ديربي العاصمه في كلاسيكو في الرابطه الاولى، شو اللي خسرين كيف يزيدوا حكم؟ ما اقترحناش نحن ما اقترحناش نعم نحن كمنبر اعلامي ما اقترحناش. لا انا نحكي في رايي دونك هما ما قرروش نحن اقترحناش وقت نقترحوا نحن في الباتو وهما ما اقترحوش يقولوا راهو اقترحنا ولم يطبق ذلك. نحن ما اقترحناش، كان عليهم صحيح باش ينقصوا شويه. انا ديما الهدف نتاعي اسكندر نبعد على الاخطاء التحكيميه ونبعدوا على التاويلات بيان سور نبعدوا على التاويلات اللي في كل مره في هذا المنبر في هذا المكان بالذات نقول يا ودي ما تخطئوش ما ترتكبوش اخطاء، يعني خلينا نعديو مباريات نظاف ولكن في نهايه المطاف وقعنا في اللي ما حبيناش نقعوا فيه. سي محمد اولمبيك مدنين من الفرق الكبرى صراحه مش رامي ورود خاطرك موجود، فريق ناجح بالجمله هذا الموسم بالذات، ان شاء الله ما يكونش موسم استثنائي نحكي على المردود الطيب في المرحله الاولى. في هذه المره كنتوا هددتوا او لوحتوا بعدم المشاركه كيفكم كما قوف القفصه في مجموعه التتويج صحيح؟ علاش؟ والله شوف
كما تعرف معناها الناس كل معناها في تونس الرياضيين معناها ملمين بالشهر الرياضي في تونس يعرفوا الاشكال المادي بحت في مدنين ومش مش مش بالسنار معناها عنده سيرتو في الفتره بتاع اللي انا تراست النادي قرابه 5 أو 6 سنوات الحقيقه اللي انا كما يعرفوا الناس كل انا راني انسان كي خديت الجمعيه صحيح مانيش وحدي ثم ناس معايا ومشكورين الناس كل صاحب اهداف عندي اهداف وما نجمش ما نكذبش عليك معناها ما نجمش نلعب من اجل معناها اني نلعب وكو انا عندي اهداف من اجل المشاركه وكو فوالا اكزاكتومون معناها من اجل المشاركه وكو نحب ديما عندي اهداف نرسمها نوصل لها نحب ديما ما خير نحب ديما نمشي لبالي اخرى نحب نمشي ديما جمعيتي معناها تكون تكون في الرابطه الاولى صحيح بالضبط فهمني وهذه تحب لها معناها برشا فلوس المشكله في مدنين معناها ما عندناش مؤسسات كبيره ما عندناش شركات معناها مؤسسات مدعمه معناها كيما بترول ولا فوسفات ولا برودوي شيميك ما فماش هذا في مدنين وهذا نفتقدوه معناها الحقيقه ثم شويه معناها رجال اعمال ثم شويه حباء ثم السلطه المحليه والجهويه مشكورين تبقى ولكن راهو ما نجموش معناها يغطوا المصاريف الكبيره اللي قاعدين نصرفوا فيها، لهذا الحقيقه متعرف مرحله البلاي اوف تحب لها معناها برشا امكانيات وبرشا ويلزم يكون الملاعبيه مرتاحين في مخاخهم مرتاحين في ظروفهم ويلزم يكون معناها كذا، احنا الحقيقه قبل البلاي اوف الملاعبيه ما كانوش خالصين 100% وكانت عندنا منحه معناها مرصوده من البلديه اللي هي 147,000 دينار كيف كيف عندنا منحه من الولايه مو مش كبيره حاجه مبلغ رغم كل هذا سي محمد معناتها قمتوا بنتائج طيبه للغايه وكنتوا تنجموا تكونوا بخير حتى في مباريات التتويج هو رغم كل هذا هي كي تشوف تو اليوم انا للماتش للمقابله المباراه اللي فاتت معناها ضد الامل الرياضي بجربه لعبنا 12 ماتش اولمبيك مدنين الفريق الوحيد اللي خسر مباراه واحده وكان وكنا ناقصين 14 لاعب اللي هي مباراه نادي الرياضي لحمام لنف احنا قدمنا موسم متميز لان خلينا خطر الفريق انا عدنا من اللي نزلنا من الرابطه الاولى الفريق في الرابطه الثانيه كنا في الترتيب 40 حافظنا على الجروب اليوم مده 3 أو 4 سنوات كنا نحافظوا على الجروب حتى كي يخرج لاعب ولا اثنين نبدلوا السنة جبنا لاعبين الحقيقه اللي قدموا الاضافه لاعبين باين متميزين لاعبين بلغه الكره نقول احنا بلغه الكره جوع كره فمن لاعبين يحبوا يبرزوا لاعبين يمكن ظلموا في رقم جو خذوا الشونس نتاعهم في مدنين يلعبوا وهذه حاجه تميزت بها وهذه حاجه خويا اسكندر تميزت بها اولمبيك مدنين في السنوات الاخيره ثم برشا ملاعبيه اليوم كي ناكد لك اليوم ما بين الرابطه المحترفه الاولى والثانيه ثم قرابه 30 40 لاعب قاعدين يلعبوا تو في الرابطه الاولى خريجي اولمبيك مدنين وتو ثم ملاعبيه في السعوديه ثم ملاعبيه في مصر وثم ملاعبيه متميزين هذه ميزه كيفاش؟ ايجابيه هذه ميزه تميز بها فريق اولمبيك مدنين في السنوات الاخيره هذا ما يمنعش محمد يعني انه كوسيله ضغط حبيتوا من الاول تضغطوا نوعا ما لوحتوا بعدم المشاركه ولكن شاركتوا في نهايه المطاف حتى وخلينا نمشي نعملوا قفزه لقاء جمعيه جده شوف خليني انا باش نقول لك سؤال بطريقه اخرى لماذا لم يستفد اولمبيك مدنين من اخطاء مجدي حاج علي لانه واحد واحد يلعب ضد 9 ومع اخطاء تحكيميه شوف يتسمى اولمبيك مدنين خاسر في اللقاء شوف اولمبيك مدنين زادت الظرف اللي قالوا الظرف اللي قال نادي الرياضي لحمام لنف تقول لي ما استفدش هذيك احكام كوره راهو هذيك راهي احكام كوره ساعات حتى سبحان الله راهي كوره ما تحبش تلعب نقص زوز ولا ثلاثه ملاعبيه احنا ماتش حمام انا اعطيني ماتش حمام لنف لو 3 مينيت دي جي معناها احنا داخلين جايين خاطر شوف تحب ولا تكره بكل صراحه مع كامل احتراماتي وانا اليوم وقت اللي تعملت القرعه في البلاصه هذه هبطت استطيف الليل قلت راي الناس كل يلزمها تحترم بعضها ويلزمنا نحترموا الجمعيات لان الجمعيات كل عندهم تاريخهم سواء في الرابطه الاولى سواء في الرابطه الثانيه واتونسيون الرابطه الثانيه راهي ماهيش رابطه معناها نابورت كي راهي فيها ملاعبين ممتازين فيها فرق ممتازة عندها تاريخها في الرابطة الأولى ثم ملاعبين عندهم تاريخ مهزين دي تيتر في ملاعبين حتى كوس أفريقية معناها ماهيش رابطة هينة ولا ماهيش رابطة سهلة احنا كي جينا أولمبيك مدنين يمكن فريق فافوريزي
بالحقيقة معنا الفرق الأخرى كلها تقول لك أولمبيك مدين، وأنا راي سمعتها في برشا حتى ناس أخرين معنا حتى رؤساء يقول لك أولمبيك مدين فريق سنارة فريق محترم، لأن عملنا 6 مباريات دون هزيمة، حارس مرمى عمل 6 ماتش معنا مقبل حتى بونتو، عندنا أحسن خط هجوم معناها شواشي آزر بشير حمزة مازال فريق سعود راه ما تحسمش الأمور مازال فريق سعود. أنا جيتك اسكندر كي جينا الماتش الأول معناها كي دخلنا وإحنا رزان يمكن ثم ملاعبين ما عندهاش راهو حتى الخبره الاكسبيريونس عندها دوا ما لازموه في دقيقه ثانيه تقبل بونتو معناها كيما ذاك واو خويا الهادي معناها نعرفوه ود حمام لنف هذا من حق وراه وانا راه من حق اي جمعيه باش تدافع على الوالد. لا ما عنديش حتى مشكله وصديقي وخويا هادي حتى برا من التيران وانت اسكندر وسي بسام ولا سي مختار ولا حتى سي سعد معناها رانا خويان انا راني ديما نقولهم الكوره سير تيران احنا البرا رانا لازمنا نعطوا مثال ما فماش كلام الكوره هذه شك في اخلاقك ونزيد لا ربي مؤكد سي محمد ونعرفوك الناس واهالي مدنين ما شاء الله انا كي ندخل ماتش حمام لنف تروى من يدي جينا روحي خسر انا زيرو بونتو كيما هذاك ومن بعد على 90 دقيقة تشوف انت يمكن بيتات حمام لنف ما وصلتش لك للتزويت تاع مدنين للأمانة معناها ما وجعتش بلغة الكورة ما وجعتش احنا معناها ما لرزمون كنا روحنا خرجنا ماتش الأول متعادلين يمكن تخلى شوي شك في الملعبية ماتش الثاني ما تجربة كنا عازمين انا باش ننتصر وحكيت مع الملعبيه وعملت معاهم برشا ممكن ضركم اكثر باللي ينفعكم ماشي حاجه عليه بسرعه لا مش شوف 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 لا شوف اسكندر انا باش نحكي شويه على موضوع التحكيم ما ثماش فريق ما استفادش وما ثماش فريق ما تضرش استفادوا وضروا شوف شنو استفادوا وضروا الناس كل ما الناس كل استفادوا وضر وراه شوف بالله اخويا اسكندر نقطه بسيطه برس راهي هي يا اخي الحكم ماله ولا بشر راهي فراكسيون سيكوند نتحدى اي بشر هاون اي بشر يمشي يشد اربيتر في مقابله راه باش يغلط ولكنه خطا فادح يا خطا ما نجموش ربي سبحانه وانا ما نتصورش كان على ما نتصورش كان على 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 لا 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 جيني الورقة الحمراء الثانية سي اسكندر جيني الورقة الحمراء الثانية يا اخي شنو معناها كان عملها هذيك في الدزويت يعطي ضربة جزاء ولا معناتها ثم اهمال كبير من اللاعب تقول لي زلق وتقول لي طاح هذيك موضوع اخر اما ثم اهمال كبير من اللاعب انت قلت لي جات توفلت من الاول ما استغلش دونك بالضبط معناها ثم اهمال كبير من اللاعب معناها مع احتراماتي راهولي اتيحت له سي سعد الدين الامل مازال عند الناس كل نعم باش نعطيكم الترتيب حاليا خلينا نذكر بنتائج المجموعه هذه نعطيكم الترتيب وهاني جيت فقط نعطي الترتيب وهاني جيك سي سعدين قواف القفصه او نادي حمل انف قواف القفصه 1-0 لنادي حمل انف وامل جربه ونادي اولمبيك مدنين 1-1 نادي حمل انف 4 نقاط قواف القفصه 3 نقاط نادي اولمبيك مدنين 2 نقاط امل جربه نقطه وكل الفرضيات والامكانيات وارده سي سعدين ماتيماتيك ما بارلا كل شيء وارد مازال كل شيء مازال متاح امل جربه عندها حظ باش انها تطلع للتتويج انا برك حبيت لو كان نسمع شويه ميريت الامل الرياضي بجربه كسوا في المقابله هذه اللي تلعبت منقوصه من 2 لاعبين معناها يمكن 20 ولا 25 دقيقه لعب سؤالي لسي محمد وقت اللي قلت له ما استغليتوش هو راهو بطريقه ميريت للامل الجربه راهو انه 9 لاعبين يحافظ على التعادل انغرو ميريت على التسرع نتاع لاعبين نتاع عمل مدنين ونتاع اولمبيك مدنين وما حكيناش على ميريت نتاع وقفه نتاع رجال معناها هي تعطينا سي سعد تعطينا الميريت الميريت هو الميريت يرجع للملاعبيه معناها نحب نشكرهم من هذا المنبر معناها على وقفتهم ووقفوا وقفه معناها كبيره معناها باش وفات المقابله معناها 1-1 هذا دو ان دو دو اما الجربه ما كانش محطوط برمي الاربع جمعيات اللي فافوري الور كو سي با فري معناها مش صحيح هذا مش صحيح معناها احنا عملنا تحضير معناها نتبعوا الباركور نتاعنا في البطوله معناها باركور عملناه مزيان اكسبسيونيل ربحنا على الاكستيريور فماش مشاكل السنه في عمل جربه يعني امور واضحه لا فما مشاكل اما كنا كانت الهيئه التسييريه معناها قامت بدور كبير باش انه المشاكل هذيك ما تخرجش للعموم يعني. اذا كانت الكويزينه انترن نتاعنا مزيانه برشا كانت فما اون سيرتان كويرونس معناها في الهيئه التسييريه كنا قراب ياسر من لاعبيتنا كنا قراب ياسر من ستاف تكنيك نتاعنا معناها ظروف النجاح الكلها حاولنا باش نوفروها
باش وصلنا للبلاي اوف وكنا راهو فافوري باش نتعداو معناها ما غير شو ديما نفس الكلمه نقولوها في البلاتو الكل يغني علي ليلي ها الكره عندكم الكره عندكم وانتم باش تتصرفوا فقط هذه باش تعرف قوه المجموعه هذا هو قوه مجموعه حديديه مجموعه سعد الدين فقط سؤال عفوي يقرب لك ساعه سي فاضل بن حمزه ولا لا لا ولا لا فقط ابن مسقط راسك لا ولا والجربه خلفهم وما هو خاطر تو شوف راهو لا نحكي بكل صراحه او جمعيه الجربه سايبت لها حمام لهم فوق كذا وضح سي فاضل بن حمزه وقال راهو من حقي يرتح جواريت ومن حقي كذا انت الى هنا تلعب زيت باش تطلع اول مره نعرف وقابلت فيها وقت اللي عملنا الاجتماع في الجامعه باش نعملوا القرعه نتاع نتاع البلاي اوف اول مره نتعرف عليه دونك يعني مشاهدوا مباراه من على تيراس لا بحول الله انا يعني كما شاهدت نقص العدد والله احنا تو المحلين ومعناها ماذا بيا لو كان يعطيونا حقنا حتى في التواجد نتاع الامل الرياضي بجربه في البلاي اوف خاطر معناها تفرجنا الناس الكل على المقابله معناها اللي تبثت معناها كان فوليوم كبير ياسر من عند أمر الرياضي بجربة وكيف كيف حتى المقابلة الأولى كان فما فوليوم وكان فما معناها فما ميريت كبير ياسر من أمر الرياضي بجربة شلب التوفيق لي سي محمد لقاء زيادة كيف كبير ضد قوافر هذه بقفصة هي كما قلت لك تو أخوي اسكندر هي فرضيات معناها تاع المجموعة معناها من الأول حتى الأخراني في الترتيب معناها بإمكانه باش يصعد هذه تدل لنا على قوة معناها المجموعة هذه ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب الناس الكل ان شاء الله مبروك للي يصعد باش الاكيد والمؤكد ان باش نباركوا له ونهنوه ما عندناش حتى مشكله حتى اوفر الفرق الاخرى حبيت نعطي الفرضيات سمل عليك حبيت نعطي فرضيات بعجاله ان هذه الحملان فيك فيه الفوز او التعادل في حال تعادل قوافل القفصه مع نادي اولمبيك مدليل قوافل القفصه الفوز مع عدم فوز نادي حامل انف على امل جربه تعادل بنتيجه فيها اهداف مع فوز امل جربه على نادي حامل انف فرق هدف فقط والقوافل المطالب تسجيل على الاقل نفس ما يسجله امل جربه في مباراته مع نادي حامل انف فاني نصره بعد شوفوه على اليوتيوب بكل دقه نادي اولمبيك مدليل الفوز مع فوز امل جربه على نادي حمام الانف إذا انتهت مباراة أمل جربة ونادي حمام الأنف التعادل عندها يكون نادي أولمبيك مدين مطالب بالفوز بفارق أكثر من هدفين وتسجيل أكثر أهداف من ما يسجله نادي حمام الأنف وأخيرا أمل جربة الفوز بفارق أكثر من هدف هذا اللي عندي تو شوفوا عليه الفوز بفارق هدف وتعادل قوافل القفصة مع نادي أولمبيك مدين دون أهداف أو يسجل أمل جربة أكثر من حصيلة ما يسجله قوافل القفصة في مباراته مع نادي أولمبيك مدين وأختم هذه الفرضيات عندكم اليوتيوب عودوا اتماهلوا شوفوا بكل دقة كمان الحصة ثلاثة ثواني كمان الحصة حبسي محمد كريناجي مش بشي جاوبك كمان الحصة ولا بشنتي وعلين واضح في الكوليس بعد بش يسألك على منصف الشركة بعد الحصة مش تو شكرا لك فوالا شكرا لك سي سعد الدين يعطيك الصحة سي محمد سعيدي بالتوفيق لكم إن شاء الله نسمع أخبار سارة مختار مشكور جدا بسام قراجة هديش بنياني وليد بن محمد في غيابه وهذه آخر حصة بالنسبة لهذا الموسم مش نفسحوا المجال لزميلنا أنيس المجري في الحد الرياضي مع زوز مباريات اللي ما زالوا باش يكونوا في استضافة بطبيعة الحال من الرياضي حمام سوسة وأيضا الفريق اللي باش يصعد ويرافق من حمام سوسة الرابطة الأولى نهار الأحد في برنامج الحد الرياضي نحن نكونوا لهنا كمان هذا الموسم برنامج الرابطة الثانية مشكورين زملائنا كل الناس كل ربيع البغارمي ما نساوش بطبيعة الحال وكيفاش سي محمد موسم خفيف نظيف موسم خفيف نظيف هذا هو ان شاء الله رمضانكم مبروك الناس كل ان شاء الله تونس لاباس ان شاء الله يا رب يرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء مشكورين جدا الى اللقاء